أيام بل ساعات ونطوي جميعا آخر أوراق في نتيجة 2017. حلقتنا هذه الحلقة تأتي قبل يومين من نهاية عام مضى واستقبال عام جديد، عام مليء بالأحداث وعام نترقبه مليء بالأماني. إبراهيم، أهلا بيك يا باشمهندس، وأهلا بيكوا أعزائي المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. هي بالفعل حلقة تأتي في الساعات الأخيرة من هذا العام. بإذن الله تعالى سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا أهلي، سنة حلوة يا مصر في العام الجديد إن شاء الله. حلقة النهاردة يعني الحقيقة بتقف معاكو عند منطقة بعض المنحنيات الصعبة اللي بتواجه مسيرة الأهلي، المسيرة الكروية وأيضا حتى المشاركة المجتمعية الكبيرة للأهلي يا باشمهندس. واحدة من أهم السنوات، لأن شهدت أحداث كثيرة يعني، وشهدت أحلام تحقق بعضها وكاد بعضها أن يتحقق، وانتهت بانتخابات غير مسبوقة في تاريخ الأهلي ومصر بشكل عام. فإحنا هنكتفي أن إحنا نعمل استفتاء جمهوره أنا وأنت. أيوة، أنا هسألك وأنت تسألني. أنا ما أؤمنش دي المطبات اللي على الهواء. أنا بيني وبينك أنا مش معني أول الاستفتاءات. لكن وأما ونحن أيوة. جالسون ايوه او جالسان ايوه جالسين جالسين صلح لي والنبي اعمل معروف امام المشاهدين، فقد يكون من المناسب ان اسالك وتسالني من وجهه نظرك واحرجك وتحرجني واحرجك واتفق واختلف، وعايزين نشوف السنه دي فعلا بحلوها ومرها، كان فيها افراح وكان فيها اطراح، اما السنه القادمه فكلها اماني باذن الله ان شاء الله تعالى. عشان كده يمكن سريعا هنقول لحضراتكم بعض الاخبار الخفيفه الى ان نستعرض سويا اوراق 2017 وتطلعات حضراتكم ل 2018. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيوجه الشكر والتحيه والتقدير لمعالي المستشار تركي آل شيخ رئيس رعايه الشباب والرياضه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه لحرصه الكامل على انجاح المهرجان الخيري الانساني الكبير الذي تحتضنه أرض استاد الجيش في برج العرب مساء السبت إن شاء الله، في مباراة من أجل السلام، دعوة من أجل السلام، صرخة من أجل نبذ الإرهاب ومكافحة هذا الخطر الداهم على المنطقة كلها، من خلال مباراة عالمية كبيرة بتجمع الأهلي مدعوما ببعض النجوم العرب، وتم دعوة أيضا 2 من لاعبي نادي الزمالك للمشاركة في هذا المهرجان أمام فريق أتلتيكو مدريد الأسباني الكبير. مباراة بهذا الحجم وهذا الثقل بتتضمن الكثير من الفقرات يا باشمهندس، يمكن فيها فقرات فنية أيضا مشوقة للجمهور اللي هيكون موجود، بعد ما وزارة الداخلية وافقت على حضور 60,000 مشجع والإيراد الكامل لأسر شهداء الإرهاب يا باشمهندس. بس يا إبراهيم، يا عزيزي إبراهيم، أيوة، إحنا مش عايزين يعني نختزل العلاقة بين معالي المستشار تركي آل شيخ في هذه المباراة، سواء علاقة معالي المستشار ولا بالأهلي أو بمصر بشكل عام. أيوة. لأني أرى أن علاقة السعودية لها مجموعة من المعابر مع مصر النهاردة، مصير مشترك، قضايا مشتركة مهمة جدا، كتف بكتف وظهر في ظهر. لعل الرياضة أحد المعابر المهمة، ولعل الأهلي أحد الروافد، ده المستشار تركي آل شيخ، لعل الرياضة أحد المعابر المهمة في هذه العلاقة، ولعل الأهلي تحديدا واحد من أهم دعائم هذه المعابر. عندما يقرر معالي المستشار تركي آل شيخ أن يبدأ في علاقة رياضية تتسم بالخصوصية، بالرسائل الدولية، بفكرة أن يعني مصر والسعودية يشتركان في تصور واحد على الصعيد الرياضي اللي بيترجم سياسيا بعد كده، واهتمام الشعبين ببعضهم، ويقرر أن يكون يعني في يده النادي الأهلي ومن خلال النادي الأهلي
هذه رسالة مهمة جدا، وجاءت في توقيت في نهاية العام لتكون أحد الرسائل المبشرة والهامة التي تدعو إلى التفاؤل فيما هو آت. نذكر في وقت سابق كيف كانت علاقة سمو الأمير عبد الله الفيصل. كنت لسه عايز أقول لك على هذه المفارقة الطيبة، أنه الأمير عبد الله الفيصل وهو شاعر كبير أيضا يقع في غرام النادي الأهلي ويكتب شعرا في حق النادي الأهلي ويصبح رئيسا شرفيا للنادي الأهلي وله إسهاماته الكبيرة جدا في دعم النادي الأهلي. الآن وفي قرن جديد يأتي المستشار تركي آل شيخ من نفس الأرض الطيبة عشان يدعم النادي الأهلي ويساند النادي الأهلي ويقف جنب مصر في هذه الظروف. بسمات الشاعر أيضا، هو شاعر بشخصية الشاعر صحيح. يعني هو أيضا شاعر. وكأن المشاعر لا يهزها إلا الأهلي. أيوة. فمن المشاعر يأتي الشعر ويأتي الشاعر من قلب أرض المشاعر. إنما يعني أنا ليه بتوقف هنا يعني؟ لأن هناك مبادرة أخرى يفكر فيها وقد أعلن بعض ملامحها، أن الأهلي يلعب مع كتيبة من المحترفين السعوديين مباراة أخرى لغرض مجتمعي مهم آخر، ربما يكون كمان شهرين ولا حاجة. في فبراير. ده معناه إيه؟ اللي أنا كنت بتكلم فيه بقى، عندما سئلت يوما هل تفضل أن يكون رئيس النادي الأهلي صاحب مال أو صاحب سلطة؟ قلت أن يكون صاحب فكر وعلاقات. الفكر يأتي بالمال والعلاقات تأتي بالسلطة وبالمال وبكل حاجة. أيوه. فنجد الملمح ده موجود في الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دلوقتي، اللي من خلاله بتتفتح هذه الروافد واللي بتبدأ علاقة مميزة بإذن الله سوف تؤتي ثمارها بين دول الخليج بشكل عام وبشكل خاص السعودية، وبشكل أخص دول المواجهة البحرين، الإمارات، السعودية وتأتي إرهاصات من الكويت الآن. كل هذا جميل وكل هذا مطلوب، وأن تتسع الدائرة لتشمل ما هو أبعد من ذلك. يستطيع النادي الأهلي أن يلعب هذا الدور المجتمعي العظيم العربي وينقله إلى آفاق عالمية زي ما احنا شايفين، تحت مظلات مبادرات من شخصيات لها ثقلها ولها رؤيتها ولها فكرها ولها عمقها وثقلها عربية. ده اللي أنا بتوقف عنده. ممكن تكون ضربة البداية مباراة أتلتيكو مدريد والتي بإذن الله سوف تسفر بنجاحها عن مجموعة من المبادرات الأخرى. نشكر جدا جدا معالي المستشار تركي آل شيخ اللي هو رئيس كمان الاتحاد العربي لكرة القدم دلوقتي، ونهنئه بفوزه بالتسكيع وهو يعني أهل لها، ونشعر أن الكرة المصرية قد تكون مقبلة أيضا على أفاق من التعاون مهمة جدا بيننا وبين السعودية. احنا الاثنين في كأس العالم، احنا الاثنين في مجموعة واحدة. كنتش أتمنى أن نكون في مجموعة واحدة، لكن أما أننا في مجموعة واحدة يا رب يحقق اللي في بالي ونطلع احنا الاثنين في هذه المجموعة إن شاء الله. يعني احنا هنأتي طبعا على هذه الفقرة بالتفاصيل فيما يخص مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، ليها طبعا تفاصيل كتيرة في حلقة الليلة. بس كمان ودي أو ده جزء من هذا الظرف الصعب والمنحنى الحرج شوية، إن الأهلي بكرة عنده مباراة مهمة في الدوري، بيلعب بتروجيت وتاني يوم هيلعب المباراة الكبيرة مع أتلتيكو مدريد. صحيح إن مباراة أتلتيكو مدريد الأهلي مطعم فيها بعدد من اللعيبة العرب الأشقاء اللي بيشاركوا في هذا المهرجان، لكن مباراة الغد مباراة مهمة جاية بعد سلسلة نتائج وأداء غير جيد للفريق، غير متوقع يعني، وغير متوقع وغير جيد، لأنه حتى الناس كلها اتضايقت أو استشعرت شيء من القلق على مسيرة الأهلي. فمباراة بتروجيت بتكتسب أهميتها من هذا الظرف. كابتن حسام البدري اختار 23 لاعب دخلوا المعسكر الليلادي للمبيد فيه استعدادا للمباراة، فيهم محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم ورمضان مصطفى،
واحمد فتحي ورامي ربيعه بيعود للقائمه بعد شفائه، وايمن اشرف وعلي معلول ومحمد هاني وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السليه واكرم توفيق وعبد الله السعيد واحمد الشيخ ووليد سليمان واسلام محارب وميدو جابر واحمد حمدي وكريم ندفد واحمد حمودي واحمد ياسر ريان ووليد ازارو وباكماني مالمبي اللي هو باكا. دول ال 23 لاعب اللي كابتن حسام قبل المباراه بيصفيهم ل 18 لاعب يدخلوا قائمه المباراه باذن الله تعالى اللي بتاتي ضمن الاسبوع ال 16 للدوري. ايضا بتروجيت خسر المباراه الاخيره، فبالتالي المباراه بين جريحين. نتمنى باذن الله تعالى ان الاهلي يكتاز فيها هذا الظرف الصعب علشان يبدا يستعيد حاله الهدوء داخل الفريق. عماد متعب بينتظر، ده موقع كوره بقى يا باشمهندس، عماد بينتظر عرض التعاون السعودي، وبيقول الموقع انه ثنائي الاهلي في الطريق للاتحاد. الحديث عن تلقي عماد متعب عرض من إدارة نادي التعاون السعودي، وبيقول الموقع أنه متعب يفترض أن يعلن عن هذا العرض في الساعات القليلة القادمة بعد وصوله بشكل رسمي والحصول على موافقة لجنة الكرة على رحيله. على صعيد آخر الموقع بيقول أنه اقترب ميدو جابر وأكرم توفيق لاعبي الأهلي من الرحيل لنادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة بعد أن طلب محمد مصلحي رئيس النادي السكندري الشقيق ضم اللاعبين. يعني أنا بس عايز أعلق، ينتظر ان يصل عرض. ايه المصدر الكلام بالشكل ده؟ وسئمنا هذا النوع من الاخبار. ايوه، واعتقد ان مثل هذا النوع من الاخبار بيشكل مش بس ضغط على الاهلي وعلى اللاعب نفسه. ايوه، كل اسبوع في كلام على ان العروض وامتعاض يا جماعه لا يمكن أن متابعه كره القدم على هذا النحو، لا يمكن. اما يكون في عرض، انت صرح فلان الفلاني ان هناك عرض من النادي الفلاني لفلان، يتم بحثه وبعدين يقول لنا اتقبل ولا اترفض. لكن ينتظر ان يصل، يعني ايه ينتظر ان يصل العرض؟ يعني ده كلام مرسل. سعيد اخر اقترب الثنائي ميدو جابر، هل هناك عرض من نادي الاتحاد السكندري فعلا بالاسمين دول؟ يبقى يتقال كده، تقدم نادي الاتحاد السكندري بعرض لاستعارة فلان وفلان والأهلي يدرس الموقف. إنما برضو دي ترشيحات الموقع ولا دي توقعات ولا ماشي في أي اتجاه؟ ما تخليني أقعد أنا في موقع الصحفي وأنت في موقع المسؤول في الأهلي. ما هو الصحافة والإعلام والمواقع كتير لما يبقوا يعني معذورين، النادي ما بيطلعش يقول تلقيت عرض علشان كذا وكذا، والنادي اللي قدم عرض ما بيقولش، ما بيقولش، لا يقول، يبقى ما فيش حاجة. أصل بص يا إبراهيم، أنا أنا لا فكرة، وانا جزء مني اعلامي، جزء مهم مني اعلامي، يعني انا مش كل يوم الذئب الذئب، وبعدين لما تصادف مره تبقى انت صح، يكون الناس ابتدت تكذب، ما تصدقش ان الذئب جاي وياكلهم. ما ينفعش هذا الكلام. ده مش في مجال غير ان الناس ترغي. وهل هو الهدف ان الناس ترغي وخلاص؟ وبعدين في ناس تقبل وناس ترفض وناس تهاجم وناس تدافع ونخش في حاله مش حقيقيه. لا، انا مش ده الاعلام اللي اتمناه. اتمنى الاعلام ما تتكتب كده، يتردد من مصدر كذا ان فلان كذا وكذا. هي عموما برضو خد بالك احنا ممارستنا فيها كتير من الهوايه، لانه الاداء الاعلامي الجاد انه حتى لما تبقى معلومه عند جورنال او عند موقع او عند برنامج وما يقدرش يتاكد منها يقول لك ولم يتسنى لنا التاكد من صحتها مثلا، أو يروح لصاحب الشأن يعني يقول له لم يصرح أحد. حتى فكرة إيه؟ أنباء تتردد، أنباء تتردد، أنت كده بتردد إشاعات. إشاعات. واخد بالك؟ إشاعات. لكنه حتى لما أنت بتذكرها بيقول لك لم يتسنى لنا التأكد من صحتها. على أساس تنفي عن نفسك المسؤولية. إنما اللعيبة دي كلها اللي بتتردد أساميها، ده مش ضغط عليها؟ طب النهاردة لو واحد منهم نزل ماتش بكرة هينزل بأي مزاج وأي ضغط؟ هو عموما في خبر تاني برضه في موقع كورة إنه في اتنين ناشئين أيضا في فريق الشباب يوسف علاء ومحمد حسين جاي لهم عرض من الانتاج الحربي حتى نهايه الموسم، وبيقول الموقع انه الكابتن حسام البدري وافق على رحيل الثنائي بشكل رسمي بلعب. كما قرر تاجيل حسم مصير الرباعي احمد رمضان بيكهام وكريم كريم وليد واكرم توفيق واحمد ريان، وتلقى الاهلي عده عروض للرحيل لمعظم هؤلاء اللاعبين. احمد ياسر ريان في قائمه المباراه بكره،
طيب وبيلعب في تقولي مين اللي يقدر بقى يقول هذا الكلام؟ هل لما حاجة؟ احمد رمضان اذا كان هو هو بيكهام هنناقش يعني. ايه يا استاذ ابراهيم؟ حد طلع من الانتاج الحربي قال تقدمنا الى نجيب حد من الانتاج الحربي ونساله ايه رايك فكره؟ كابتن مختار. نجيب كابتن مختار، هل تقدمت باستعاره احد؟ يا ريت تجيبوا لنا الكابتن مختار على التليفون. نعمل لها تجربه على الواقع. اذا كان قال اه يبقى ده تصريح وهو في انتظار الرد. ومين الاسماء؟ وهل الاسماء دي مرحبه ولا مش مرحبه؟ نفس الولاد ليهم راي. صحيح. فعايزين مره نتكلم اما ندي معلومه للناس ما نديهاش في شكل اشاعه. طب خد دي بقى. هات. خد الكبيره. ان سبورتنج لشبونه بيسعى لضم جونيور اجيه. ده بحسب اليوم السابع ايضا. لا حول الله يا رب. استطلع مسؤول سبورتنج لشبونه البرتغالي راي نظرائهم بالنادي الاهلي في ملف بيع النيجيري جونيور اجيه. هنقول نفس الكلام. خلال فترة انتقالات الشتوية، خاصة أن عدد من كشاف النادي البرتغالي يتابعون اللاعب منذ فترة ليقرروا في النهاية الدخول في مفاوضات مع النادي لضم اللاعب، وتلقت إدارة النادي اتصالات ودية من برونو دي كيار فاليو رئيس نادي البرتغالي. يعني تلقت إدارة النادي من رئيس النادي. مين في إدارة النادي؟ رئيس النادي هيكلم مين؟ أكد لهم خلالها رغبته في ضمه بعد أن نال إداء إعجاب الجهاز الفني بعد مشاهدته في دور في دوري أبطال أفريقيا الأخيرة. مطالبا إدارة الأهلي بتحديد مطالبها المادية لبيع المهاجم النيجيري. شوف بقى بقية الخبر بقى اللي بينفي الخبر. ويتحفظ مسؤول الأهلي بشكل كبير على رحيل أجاييه، خاصة أنه واحد من أبرز عناصر الفريق الأمر تسبب في رفض أكثر من عرض رحيله أبرزه من الاتفاق السعودي دينامو كييف الأوكراني. ما هو الهدف من هذا الخبر في رأيك؟ شوف مش بالضرورة يبقى النية سيئة. لا شغل زي شغل سماسرة. أيوة شغل وكلاء بالظبط. مش نية سيئة لكن أداء ترويج. سيء. ترويج في حاجة تانية. أداء سيء. أداء سيء. ما انت اجايب بقى الناس ممكن تربط تقول لك ما هو اخر ماتشين عشان كده دماغه مشغوله. مش في ربط بالامور. ممكن يطلع ما فيش حكايه ولا كلمه من دي وانها صدفه. ما ينفعش كل ما لعيب يتالق من النادي الاهلي يجي له عروض وكان مصر ما فيهاش غير النادي الاهلي. ده كلام انا مش باخده بحسن نيه. بيزق عليك الوكلاء يعني؟ لا بيزقوا الاخبار. هو بيقول لك صرح مصدر ولا فلان ولا اسم ولا اسم هنا تعرف تناقشه. يعني هو لو صرح فلان وكيل اللاعب كذا نجي ندهله ونتكلم معاه ونتحاور معاه. مفيش اسماء قدامك. هذه اخبار تنسب الى مصدر الاسم الوحيد رئيس النادي. ما تيجي نعمل اتصال برئيس نادي سبورتنج لشبونه نساله. يا مستر ديكيا رافيلو. انت كلمت مين في النادي الاهلي في اليوم السابع؟ عم سعيد احمد ولا يعني كلمت مين مسؤول في النادي الاهلي؟ يعني ومين اللي يعني مين المصدر اللي صرح استطلع؟ حتى مش ناسب الخبر ان في حد صرح في النادي الاهلي. للاسف النادي النصر بقى القاهري بيطلب نقل مباراتيه مع الاهلي والاسماعيلي لملعب بترو سبورت. هيلعب ان شاء الله مع الاهلي يوم الثلاث بتاع العضلات ده يعني؟ يوم الثلاث هيلعب مع الاهلي في الجوله 17 او في الجوله المباراه مؤجله من الجوله الثامنه، وهيلعب مع الاسماعيلي يوم 6 يناير في الجوله 17. بتنتظر اداره نادي النصر رد لجنه المسابقات. هو لما انا اكون محدد ملعب بحدده بالترتيب اولا. كذا لما يكون عندي سبب لطلب نقل المباراه لازم يكون مسبب. مش كده؟ وايا كان بقى يعني فليحدث ما يحدث. طيب اخبار بقى النشاط الرياضي في النادي الاهلي في كل الالعاب، لانه هيشهد الفتره الجايه ان شاء الله مزيد من الاهتمام لتحقيق طفره كبيره في قطاع النشاط الرياضي. اللجنه العليا المنظمه لبطولتي افريقيا للكره الطايره الرجال والسيدات اللي بيرأسها عضو مجلس الاداره الشاب الاستاذ محمد الجرحي بيعلن عن طرح مسابقه بين شباب الاهلي عشان يصمم افضل شعار ولوجو للبطولتين.
بعد ما حصل الأهلي على حق استضافة البطولتين. الأهلي هينظم بطولة أفريقيا للسيدات من 5 ل 15 مارس، وبطولة أفريقيا للرجال من 25 مارس ل 6 إبريل. الجرحي قرر تشكيل لجنة لاستقبال التصميمات من أجل اختيار الأفضل من بينها، بهدف مشاركة محب الأهلي وشبابه في كل الأحداث والفعاليات اللي بينظمها النادي، مع رصد مكافأة مالية للمتسابقين من جماهير النادي وأعضائه، للفائز بأفضل تصور أو أفضل تصميم للوجو هذه أو شعار البطولتين. اللجنة المنظمة للبطولة بطولة الطائرة تشكلت من محمد الجرحي رئيسا، والكابتن عاصم السعداني مديرا للبطولة، وشريف أبو العنين نائبا لمدير البطولة، وأسماء سعيد مسؤول الاتصال. على ذكر برضو النشاط الرياضي، الكابتن عاصم السعداني لا اتفضل بخبر مهم يستحق التعليق. وهو ماشي في سنة حميدة تلمسها في أداء هذا المجلس، الاتجاه إلى البحث وتنشيط واستنفار طموح أعضاء النادي الأهلي من المتخصصين والمواهب. أيوة. قبل كده لما اتكلموا على فكرة تطوير البوابات والأسوار ومش بس والمباني بتاعت النادي الأهلي، قرر محمد سراج والمشرف على الإدارة الهندسية المهندس سامح ان هم يتعمل مسابقه ويستقبلوا بنفس الفكره. اذا المهندسين يتقدمون. أيوة. مهندس الديكور الان استثمار الشعار واللوجو. اذا الناس بتوع الكرييشن وبتوع عمليات الابداع والخلق يتقدمون من ولاد النادي. لو مشينا بهذه السنه الحميده في كل ايفنت هنعمله، هتبص تلاقي بعد شويه عندك جيش من المواهب قد تم اكتشافه داخل النادي الاهلي. يبقى انت اولا افدت ولادنا، اديت لهم منفذ للتعبير عن ابداعاتهم. وقد يتلقى احدهم عمل، وقد هو نفسه فكر انه يعمل مشروع من خلال ان الناس عرفت ابداعه. ده اللي انا عايزه بالظبط. ويا رب نصل الى الحاله الاعلاميه، تحريك الجهود الراكده دي، وده فكرتي. وانا عايز اطور الاعلام في النادي الاهلي ان احنا باستمرار تستنهض الناس من ولادنا، نعمل هتلاقي ابداع هنا وابداع هنا، نبتدي نعمل جيش من الاعلاميين في كل المجالات، يبقوا ده رصيدك للمستقبل. تطمن على النادي الاهلي معاهم، يطلعوا كمان فاهمين يعني ايه النادي الاهلي، لانك انت قطعا يعني هتتكلم معاهم وهتحط دايما فكره التعبير عن شخصيه الاهلي، يعني التصميم يعبر عن شخصيه الاهلي وتاريخه، سواء في الوان وتطوير المباني او الشعار. الاعلام نفس الشيء، هتلاقي نفس تدرس تاريخ الاهلي عشان تعبر عنه، تبحث تتعب. والشباب احسن ناس يجدوا سعادتهم في النبش والتعب والوصول الى الحقائق بطريقتهم. وتلمس هذا لما بعضهم على السوشيال ميديا وهو بيجيب لك تواريخ وارقام واحصائيات في منتهى الدقه، ويعلق عليها بمنتهى الاحترافيه. فأنا عايز كده في كل اتجاه. بعد شوية وبعدين ننزل بالمستوى بقى شوية للأطفال. خش على الأطفال هتجد مفاجآت. أنت كنت بتقول لعماد الغول رئيس القناة اللي ندخل إن يبقى في برنامج بحرية كان على الهواء هو بالمرة للأطفال، اكتشاف المواهب في كل اتجاه. أيوه. ويبقى طفل لا يزيد سنه عن 16 سنة هو اللي بيقدمه، ثم برنامج للشباب. ده الواد محمد ابني هيجي يعمل لك فرقه. شاب لا يزيد سنه عن 30 سنه هو اللي بيقدمه. وجهني استاذ عماد بفكره بالموسيقى بتاعتهم، بشخصيتهم. ايوه. برسوماتهم، بافكارهم، بلغتهم. ايوه. ب ب ب ب يعني بما هو بيكلموا بعض ازاي، بس في حدود ايه؟ الرقي، ولا ان احنا مش ننزل بالناس، لا الناس تطلع. ايوه. تشد المجتمع معاه. ايوه. تخيل ان هذا لو تم ثم يتوسع الى المدارس والجامعات، اعتقد ان النادي الاهلي كده يبقى ادى الخدمه المجتمعيه على اكمل وجه في كل مجال. ده شيء مهم جدا، اقتراح مني اهو، ارجو ان يعنى. انت بتدرس بتحرج عماد الغول على الهواء.
لا هو عماد مش صاحب قرار لوحده، ده مش عماد. ده انا مش بحرك حد. انا عايز الناس تقعد تعمل برين ستورمنج، عصف فكري مع بعضيهم، ويخرجوا لنا بتصور واثنين وثلاثه، ونعمل مسابقات مين اللي هيقدم ومين كده، نعمل حراك بين مواهب النادي الاهلي. اتمنى 2018 خرج لنا 10 15 عبقري في كل مجال في النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي في النادي ايضا اكد جاهزيه الاهلي التامه لاستضافه البطولتين الافريقيتين، سواء للسيدات او للسيدات او الرجال، واكد انه في وفد من الاتحاد الافريقي هيزور النادي منتصف الشهر المقبل ان شاء الله لمعاينه منشات الاهلي والاطمئنان على جاهزيه كل الترتيبات لاستضافه البطولتين. واوضح ان اللجنه من المنتظر ان تقوم بزياره صالتي الامير عبد الله الفيصل والشهداء بالجزيره، وهتقوم بجوله تفقديه للاطمئنان على سلامه الملعب. الفريق الاول لكره اليد للرجال في النادي الاهلي. عايز برضه اعلق على اللي فات ده. بس كل حاجه بتفكرني بحاجه، لان احنا بنتكلم دلوقتي على سنه فاتت وسنه جايه كيف نتمناها. ايوه. انا عايز اقول لبقى الناس. يا جماعه تم تنظيم اليه التعامل في اخبار النادي الاهلي من خلال مجلس الاداره وقراراته وسياساته، يعبر عنها متحدث رسمي بالصدفه هو انا. الكوره يتحدث عنها مدير الكره بصفته المتحدث الرسمي. كيان النادي ودولاب العمل يتحدث عنه مدير النادي. إذن الامور عندما يريد الاعلام ان ياخذها ياخذها من المصادر الثلاثه دي. مش من حد تاني. بقول ليه كده؟ تحدث معي احد الشباب كان موجود امبارح في الحفله، بس كلمني النهارده بالتليفون وهو يعمل في وسيله من وسائل الاعلام القومية، وقال لي أنا جالي خبر من واحد اسمه كذا وكان موجود امبارح في الاحتفالية، راجل كبير مش شاب صغير. بيقول ان هو قريب من متخذ القرار، وابتدى يقول على لسانهم مين ماشي ومين جاي، خاصة في مجال النشاط الرياضي وتحديدا في كرة اليد. ولمس على مدير النشاط الرياضي. اكتب ولا ما اكتبش؟ قلت له انت الخبر ده عشان تاخده لان تاخده من جوه النادي الاهلي، لكن انت واخده من واحد بالصدفه. انا افتكرت بقى لما قعد يقول لي مين ده وقال لي هو قريب من فلان وفلان اعضاء مجلس اداره، رحت مكلم الاثنين. المهندس خالد المرتجي طلع انه في امريكا، والكابتن جوهر نبيل. قلت له حقيقه هو بينسب على لسانكو كلام ابتدى اقوله للاعلام مين ماشي ومين جاي. قال ده جالي امبارح وانا قلت له كده بالظبط، ويبدو ان هو استأمني فقرر انه ينقل الخبر بالطريقه دي. قلت له، قال لي هو جه قال لي انا ابني كان بيلعب طلعت مشكله شخصيه في الاخر، ابنه كان بيلعب واصيب وبعدين اتقيد لمده سنه عشان يراقب هيستعيد نفسه ولا لا. وبعدين مدير الفريق الكابتن عاصم حماد راى ان هو لا مش هيقدر يرجع بعنفوانه، ما ايدوش، و اعتمد مدير نشاط هذا الكلام. انا بقول ليه الكلام ده؟ لانه لو الولد النقي الصحفي ابننا ده ما اهتمش انه يراجعني، وانا ما قلتش اللي عندي مع انه هو كلمني انا شخصيا. انا قلت ارجع لاصحاب الشأن اللي نسب الكلام على لسانهم. فلقيت الرد كده. فانا بوجه رسالتي للناس كلها، اديكوا شفتوا ما نكتبش كل اللي جيلنا. انا لسه كنت بتكلم في ايه؟ اللي جيلنا يجيلنا من النادي الاهلي، مين الاشخاص المعنيين ان يقولوا الاخبار السليمه؟ احسنت. فريق كره اليد بقى بينهى النهارده استعداداته لمواجهه سموحه اللي هتكون بكره باذن الله تعالى في نصف نهائي كاس الاتحاد اللي بتقام بدون الدوليين. الاهلي بيختتم معسكره بقيادة الكابتن عاصم حماد اللي بيتولى شرح الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة ويحدد المهام المطلوبة لكل لاعب. المنتخب زي ما انتم عارفين كان ضم الخماسي الاهلاوي محمد ابراهيم واسلام حسن وممدوح طه وابراهيم المصري وعمر الوكيل بكار للمشاركة في دورة لاتفيا الودية استعدادا لكأس الامم الافريقية اللي هتقام الشهر اللي جاي ان شاء الله في الجابون.
بينما الفريق الأول لكرة اليد أو للكرة الطائرة للرجال بيختتم معسكره استعدادا لمباراته مع دمنهور اللي هتكون مساء الجمعة إن شاء الله. الأهلي بيعلن التشكيل الكامل للجان بطولتي أفريقيا للكرة الطائرة، وده طمنت حضراتكم عليها وجهود محمد الجرحي في هذا السياق. عاصم السعداني مديرا للبطولة، أشرف الفار وشريف أبو العينين نائبين لمدير البطولة، وأسماء سعيد مسؤول الاتصالات، عماد حلمي للجنة المالية، ونادر خليل للجنة التسويق، واللواء خالد أبو زينة للجنة الاستقبال والتوديع، وائل عزت للجنة المرافقين والإقامة والإعاشة، وجمال جبر للجنة الإعلامية، وكمال محسن للجنة نظم المعلومات والمطبوعات، وأحمد مختار زايد للجنة العلاقات العامة والبروتوكولات، وجي حمدي للجنة الفنية في البطولة، والكابتن نور عطية للجنة الإحصاء، والدكتور طارق التداني للجنة الطبية، واللواء محمود حزين للجنة الأمن، وأشرف طه للجنة الخدمات والمنافذ والأمن الصناعي، وسامح علي كامل للجنة الهندسية، وخالد شاكر للجنة حفل الافتتاح والختام والجماهير، وعبير بحر مسؤولة الحركة ومدير الصلاة للجنة الملاعب ومدير إدارة المباريات والبطولة. واضح ان هي اللجنة العليا بتضم كل ما تحتاجه في اي اتجاه. طيب انت طلبت عشان تتيقن من طلب الانتاج الحربي ضم لاعبين من الاهلي، كابتن مختار يبدو ان هو مشغول. معنا على الهاتف الاستاذ او الكابتن خالد مهدي مدير الكرة في الانتاج الحربي. كابتن خالد اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازي يا ابراهيم؟ ازيك، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. تحياتي لحضرتك والمهندس عادل القيعي. قول لي يا كابتن خالد، انتوا طالبين بعض الناشئين او بعض اعاره بعض استعاره بعض اللاعبين من الاهلي مش كده؟ بالفعل احنا طلبنا، بعتنا فاكس من حوالي 3 ايام كده نطلب فيه ضم محمد حسين الشيرب عضل ويوسف علاء. محمد عضل ويوسف علاء. تمام. جه الرد ولا لسه؟ والله يا جت انا عرفت يعني شفويا كده ان الـ ان الـ ان اللجنه وافقت على الـ على الـ على على المبدا، على المبدا يعني على مبدا الاعاره. هيجي لنا بس جواب، منتظر انا يجي لنا الجواب، نعمل الاجراءات، ويوم السبت يوم الاحد كده ابعت الاداري النادي الاهلي يخلص الاجراءات. قول لي بقى كابتن خالد، فرصة وانت معانا، اخبار حركة الانتقالات بقى للانتاج الحربي، اذا كان فيه بعض العروض للبيع او للشراء في الفترة الشتوية. والله احنا بالفعل ضمينا اللاعب محمود حمادة، وده يمكن خبر حصل ليكم محدش عايز تعرفه، لاعب المقاصة لنادي الانتاج الحربي. وطبعا في برضه بعض المراكز كده بنحاول ان احنا ندعم فيها في يناير في ظل التدعيمات القويه من الانديه يعني. المراكز ايه تقريبا يا فندم؟ والله احنا محتاجين، كنا محتاجين حد تحت الفراوده. ومحتاجين سيرد باك. سيرد باك لو عضل جالكم هيساعد في الحته دي. سيرد باك، لان احنا كان عندنا سيرد باك اللي هو محمود رزق كان حصلت له اصابه في دراعه كده، فعامل عمليه هياخد بتاع يجي يعني يجي شهرين، عدى منهم شهر، فاضل شهر الدوري وراء يعني مضغوط. فاحنا قلنا ان نستعين بعضل لحد لو لقينا حد تاني برضه يكون قوي يفيد هنجيبه. ما كانش خلاص يبقى عضل هيسد المكان ده باذن الله. انا اعتقد ان عضل باذن الله معاكم هيعلن عن مولد نجم باذن الله. واحنا الحمد لله يعني الحمد لله عيننا على الناس في النادي الاهلي، على قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبالفعل احنا كنا خدنا مصطفى الجمل من عندكم بيشارك معانا بصوره كويسه. وكان جات له عروض على طول كمان يعني من بعض الانديه. انت بيوسف على سبيل الاعاره مش كده ولا كان شيء؟ لا الجمل، لا نهائي الجمل نهائي. طب ويوسف اسمه يوسف علاء. علاء ده طب بيدعم فين؟ في اني بوزيشن؟ تحت الفراوده، هو اشول كده لعيب كويس، تحت الفراوده لعيب كويس. كورته حلوه. فاحنا برضو نجيبه، ما بيلعبش، مش متواجد في النادي الاهلي، هيظهر ويرجع تاني. برضو احنا بنعتبر نفسنا كمرايه مثلا، ان احنا محتاجين مش لاقيين حد في الوقت ده برضو في الانديه،
يعني في زي توأمه كده بيننا وبين النادي الاهلي ان احنا نصدر اللعيب ويرجع تاني. اصل انا كنت بتكلم في ايه؟ تبالي يقول لك تردد وحدث ويقال، فانا قلت لهم هاتوا لنا المصدر عشان نتاكد يعني. هو ده، هو دي الحقيقه يعني، هي دي الحقيقه طبعا. واحنا بنشكر النادي الاهلي وادارته، وبنشكر وبنبارك الكابتن محمود الخطيب برئاسه النادي الاهلي طبعا، وبنشكر الكابتن زيزو ان هو وافق لنا على الـ على الـ على الاثنين لعيبه، لان كان في برضه مطلوب في المقاولين، كان في نفس الطلب، كانوا طالبين احمد حمدي واترفض الطلب، فطبعا بنشكرهم على الروح. شكرا جزيلا كابتن خالد مهدي مدير الكره في نادي الانتاج الحربي. بص يا استاذ ابراهيم، اه لماذا بقى لا يكتب ها ارسل نادي الانتاج فاكس الى النادي الاهلي بتاريخ كذا؟ مش ده يعني يقطع شك باليقين؟ ما هو انا مش بقول ان بالضروره يكون خبر متفبرك، لكن الغموض هو اللي بيخليك تعمل نوع من الخبر. خلاص اتبعت فاكس، يتقلب تم فاكس وجاري دراسته. فاحنا المكالمه دي كانت مهمه. بمناسبة حصاد السنة بقى والاستفتاءات، يوسف المساكني صانع ألعاب الدحيل القطري فاز بجائزة أفضل لاعب تونسي في العام الحالي، متفوقا على الظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول. يعني في الاستفتاء التونسي علي معلول كأحسن لاعب تونسي جه في المركز الثاني بعد يوسف المساكني المحترف في الدوري القطري. إذاعة شمس في إم التونسية قالت إن المساكني حصد أكبر عدد من الأصوات على حساب علي معلول. خد المساكني 731 نقطة بينما فاز علي معلول ب 646 نقطة. وقالت الإذاعة إن طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي جه في المركز الثالث ب 600 أو ب 452 نقطة، ثم أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي جه في المركز الرابع. المساكني فاز بالجائزة في النسخة الأولى عام 2012. والحقيقة الإعلام العربي عامة بقى معني جدا بفكرة الاستفتاءات، وبقت نوع من الحوافز. بس تلاحظ حاجة؟ آه، هو ما بيجي ويقول أحسن لاعب في تونس ما قصرش للداخل، ده الأول والتاني محترفين في الخارج. أيوة، وده يقول لك إن بيتكلموا على اللعيبة الدوليين كمان. يعني هو يقول لك انا ليه اخده من الداخل؟ ما هم دول اتنين دوليين. لكن ان الثلاث لعيبه الاوائل من نادي الترجي دي حاجه جامده يعني. طيب بمناسبه الكوره، الكابتن حسام البدري استدعى كل اللاعبين اللي حتى بره ال 23 لاعب. القائمه اللي سافر بيها او اللي دخل بيها المعسكر لمباراه بتروجيت زاد عليها استدعاء بقيه اللاعبين كلهم عشان يستمروا في نفس المعسكر في برج العرب استعدادا لمباراه اتلتيكو مدريد، لانه الاهلي لن يفض المعسكر. هو هيلعب مع بتروجيت الجمعه وهيظل موجود في الفندق علشان يلعب يوم السبت مباراه اتلتيكو مدريد، وده جانب من حضور الكابتن محمود الخطيب مران الفريق والتشاور بينه وبين الكابتن حسام البدري والكابتن سيد عبد الحفيظ للوقوف على حاله الفريق ودعم اللاعبين والشد من ازرهم يا باشمهندس لتخطي هذه المرحلة الصعبة. يعني ما كانش متوقع، احنا في عز التألق وناس بتتكلم إن كيف ان الاهلي يسبح وحده في كوكب اخر. في اخر خمس ماتشات فجأة يعني يحدث هذا التذبذب في الاداء، زائد ان ايضا في سوء بخت غريب جدا. يعني انت مباراة طنطا تحط في نفسك جون التعادل، وطنطا ماتش طول عمره بيخلص فرق جون يعني. وخصوصا هناك. وبعدين الماتش الاخير بتجيب جون، المفاجاه لو استنى ربع ساعه كان الاهلي يستطيع ان يستثمر تقدمه، لكن ده كوره ما تتكررش. هذا اللاعب يعني اعتقد ان هو ما بيشوطش كتير يعني. فيشوطها بالمنظر ده تلمس كتف السوليه وتروح في المقص. اعتقد هنا بتزيد من الضغط والعبء النفسي على اللعيبه، اتسم الاداء بالتسرع. زائد انا اخشى ان يكون حاله من التشبع والملل والاجهاد النفسي قد طالت اللاعبين من كتر عدد تتابع الماتشات والضغوط. اتمنى اللي يخرج اللعيبه هم اللعيبه. اللي خرج اللعيبه من المشكله دي هم اللعيبه. بس
يعني تكون كبوه باذن الله وعدت. طيب، المجلس الاعلى للاعلام برئاسه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مكرم محمد احمد عقد جلسه لمناقشه عدد من الملفات المهمه جدا، ابرزها اقرار نسبه الاعلانات في البرامج والاعمال الدراميه واستعراض عمل لجنه الدراما، فضلا عن مناقشه وضع لائحه جزاءات للمخالفات الاعلاميه. في بدايه الاجتماع اعرب الاستاذ مكرم رئيس المجلس عن امنيته في ان يكون عيد الميلاد المجيد باذن الله فرصه للامن والهدوء ولا يشوبه او لا تشوبه اي حوادث، وان يقف المسلمون قبل الاقباط حراسا على الكنائس خلال الاحتفال باعياد الميلاد المجيده. المجلس تابع ايضا قرار تنظيم الحقوق الرياضيه في المنطقه العربيه مع اتحاد الاذاعات العربيه في اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد وزراء الشباب والرياضه العرب، مؤكدا على انه يسعى لبث مباريات كاس العالم القادمه في روسيا على القنوات الارضيه دون تشفير. وايضا في نفس السياق وجه المجلس الشكر الى الدكتوره منى الجرف عضو المجلس لجهودها خلال الفتره الماضيه لتمكين المصريين والعرب من مشاهده مباريات كاس العالم على القنوات الارضيه دون معاناه التشفير. يعني هو حلم حلم ان ينجح في هذا الاتجاه، انك على الاقل للفرق المشاركه، يعني يعني على الاقل للفرق المشاركه. طيب، بمناسبه كاس العالم بقى وترقبنا جميعا باذن الله تعالى لهذا المونديال اللي بيعود اليه منتخب مصر بعد غياب 28 سنه، وسائل الاعلام العالميه الفتره الحاليه الحقيقه محمد صلاح واخد حيز كبير جدا من الاهتمام، خاصه بعد كلام مسؤول ريال مدريد عن اهتمامهم بمتابعه النجم المصري الكبير. هيكتور كوبر كان موجود، المدير الفني للمنتخب، موجود في دبي في مؤتمر عن التسويق الرياضي، فالراجل اتكلم بصراحه عن امنيته الشخصيه وسعادته لو صلاح انتقل للريال. يمكن المدير الرياضي السابق لفريق بازل السويسري هاينز يا باشمهندس ده اللي كان نقل محمد صلاح من المقاولين لبازل. قال ان انا كان له تصريح مهم جدا لموقع ليفربول امبارح، قال ان انا على اتصال مع صلاح من خلال المكاتبات والرسائل والاتصالات التليفونيه، وانا شايف انه ليفربول بيمثل لصلاح البيئه المثاليه. وانا قلت لك ايه من شهرين؟ انك بتتمنى بقائه. الراجل قال انا شايف انه صلاح اذكى من ان هو يروح الريال في الظروف طبعا دي. انا خلاص لقيت البيئه. قال ان حتى يورجن كلوب مدربه في ليفربول محتضنه بشكل انساني، بس انا سمعت انه هيغير يورجن كلوب. لا دي هتبقى بايخه. يعني غير نغير احنا. لا هو اللعيبه متوافقه معاه، مقتنعه بيه. أيوه. وده مهم جدا ان انت بتلعب. صحيح. زمايلك مقتنعين بيك. صحيح. وانت حفظتهم. هتروح تبتدي من اول السطر يا ناس. حتى لو كان العرض من ريال مدريد، ما هي برضه في عروض تيجي بحجم نقله تهز الراس. وانت يعني. انت لما تروح ريال مدريد لازم تشوف فرصك في اللعب ايه؟ فرصك في اللعب ايه؟ هتروح بدل مين؟ جارس بيل غالبا. لو هيروح بدل جارد بيل، ما هو جارد بيل له في التشكيل الرئيسي مكان. فاذا كان رايح يعوض هذا، هو التاني مش هو امهر من جارس بيل. يعني عنده السرعه بس التاني اطول يعني. بمناسبه كوبر بقى، كوبر قال في دبي انه لعيبه الكوره في حاجه لمعامله خاصه، ودي رساله للمدربين. كوبر بيقول انه اللعيبه في الظروف الحاليه بقوا محتاجين يتعاملوا معامله اطفال. ما هياش طبعا انتقاص من شان اللعيبه، ولكن الراجل بيتكلم على الصعيد النفسي والاحتواء المعنوي، انه لعيبه الكوره بقت عليها ضغوطات عاليه جدا، وبتواجه ظروف تنافسيه شديده شويه، فمحتاجه لتعامل لطيف شويه قد يرقى الى معامله الاطفال. الحقيقه بيعمل كده. وقال انه كان الاول بتتعرف. يعني غريبه، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. هي فين معامله يا سيدي الشباب حتى؟ اطفال ايه اللي انت يا عم كوبر؟ قال كوبر انه اللعيبه الشباب كانوا بيتقدموا لسن الاحتراف عشان يبقوا محترفين، كنا بنبدا نشوفهم في سن ال 17 سنه، دلوقتي لعيب الكوره الموهوب بيتم متابعته ومراقبته من وعنده سن 12 سنه،
في ظل وجود التكنولوجيا وانتشار الإعلام. قال اللعيبة الشباب اللي بيتقدموا ليصبحوا محترفين عليهم التأقلم بسرعة، وأنه اللاعبين في رأيه دايما وأبدا بيبحثوا عن الفوز، وده بيمثل ضغوطات كبيرة على شخصياتهم وعلى التكوين النفسي ليهم. قال الشيء الأهم بالنسبة لنا كان اللاعب إزاي يأدي بأسلوب أفضل وبشكل أداء أحسن، لكن حاليا تحسين المهارة وتطوير اللعب مسألة ربما تيجي في مرحلة متأخرة شوية عن الحافز المادي وعن سعي اللاعب المحترف باستمرار نحو جمع الأموال. وقال في لعيبة عمرها 18 سنة لكن تعاملك معهم يشعرك ان هم لسه مازالوا أطفال. فبيوصي كوبر في الجزئية ديت بضرورة الاهتمام بالمعاملة المعنوية الخاصة جدا بلعيبة الكرة خاصة في السن المبكرة. وقال ان التعليم والجوانب الإنسانية مهمة جدا. كرة القدم ما هيش كل حاجة زي ما بنشوف في مصر بيسمحوا للعيبة الشباب باللعب وبالاحتراف، لكن لا تكون عليهم ضغوط لما بيوصلوا لهذه المرحلة. قال ان احنا يجب ان ندرك ان لكل دولة ثقافتها الخاصة لها وظروفها المختلفة. هناك تواضع للاعب المصري الشاب بالنسبة للاعبين الاخرين، ودي سمة هو بيلحظها في اللاعب المصري انه بنسبة كبيرة متواضع. يجب ان تقدم لهم النصح دايما كأطفال، كأنهم اطفالك، يحتاجوا دايما وابدا لاحتضان معنوي خاص. قال ان انا في مصر احببت هذه المشاعر. بس انا عايز اتوقف عند كلمه تواضع. تواضع ليه معنيين. معنى حميد جدا وان اللاعب متواضع، يعني مش مغرور، بيقبل النصيحه، مش حاسس بنفسه قوي، مش نرجسي. ومتواضع يعني تفكيره صغير. هو يقصد ايهما؟ لا، هو انا اعتقد معنى كلامه انه معدنهم كويس، ما بيتغروش لاعبين المصريين. بيقول يعني انا بتعامل معاهم كتير. هو اصلا كان قال الكلمه دي تقريبا خدها من صلاح، ان في كل مره بيجي للمنتخب شايفه على حجم توهجه ونجاحاته. بس صلاح مش هو النموذج المتكرر. فشايفه بنسبه كبيره متواضع. بص، وتريزيجيه متواضع، ورمضان انا شايف ان هو عدد كبير من اللعيبه. رمضان ما شاء الله بدا يمشي بشكل كويس الفتره الاخيره، يعني نامل باذن الله 2018 دفعه وتكمل معاه، يمثل انطلاقه جديده لرمضان. لانه شوفوا بقى منتخب مصر ان شاء الله في كاس العالم، لو رمضان وصلاح في افضل حالاتهم ممكن يبقى شكل الهجوم المصري عامل ازاي. زي النهارده يوم 29 ديسمبر 2016 الاهلي فاز على الزمالك 2-0. مؤمن زكريا وجونيور اجاييه. مؤمن زكريا دلوقتي يتقال ان جاي له اعاره، وجونيور اجاييه جاي له عرض كمان. طيب نشوف بقى نلعب بمين باذن الله. نشيل النتيجه دي ولا ايه؟ نشيل النتيجه بتاعت 2016 دي ولا ايه؟ طب نشوف مؤمن وجونيور اجاييه في مرمى الزمالك زي النهارده من السنه اللي فاتت. خطيرة 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 خطيرة، والهدف الله 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 الله. يا مؤمن يا زكريا، يا اللي جيت النهاردة مكان نيدفيد وأثبتت وجودك، وقلت لحسام البدري ما تقعديش، ما خلاص أنا فاضية ومليت. النهاردة جاوب، النهاردة جاوب كل الإجابات في الدقيقة 21. عرضية روعة الروعة، روعة الروعة من حسين السيد، حطها أرضية، عرضية سريعة مدوية، قابلها الولد الشقي من ناحية اليمين، حطها في بطن رجله في البعيدة. أدي تمرينة عبد الله، وأدي حسين السيد في منتهى القوة تلف لفتها وتروح حتتها وتسكن في شبكتها. حلوة 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 للصبح، من عبد الله لحسين لمؤمن زكريا، روعة الروعة. الهدف الأول للنادي الأهلي اللي هيخلي المباراة إيه؟ نار يا حبيبي نار. سعد سمير تتلعب المرة دي الصغيرة، وادي العرضية، يا نهار أبيض يا نهار أبيض. مين ده بقى يا سيدي؟ أجاي أجاي منك، أجاي أجاي منك، أجاي. يخرب عقلك يا مدحت يا شلبي، ده انت اللي عملت التغيير يا ابني. انا قلت اجاي ينزل يستغل المساحه والمكان، دخل واستحاب واستباح كل الامور وحطها روعه الروعه عشان ينهي المباراه. ماتت المباراه، انتهت المباراه اكلينيكيا في الدقيقه 89. هدف قاتل، هدف قاتل. معرفش كباله
رايح لحسام البدري ليه؟ حاجات ملهاش معنى، ملهاش معنى ابدا. خليك في الملعب يا شيكابالا، هي كرة القدم، هي كرة القدم. 2-0. بص خلي بالك، ادي حسام البدري ده، يعني محمد نصري بيحكي لنا السيناريو، واتعملت لفتحي وفتح العرضية، وانقر ونقر، وانقر ونقر. حلوة 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 حلوة. أجاي في الدقيقة 89. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. انتهت المباراة وانتهت السنة، واللي ذاكر ذاكر. خلصت الليلة تماما، 3 نقاط غالية جدا للنادي الأهلي. خلصت الليلة وكل عام وانتم بخير. عموما بنستقبل تليفوناتكم، بس برجاء الالتزام بالخط اللي كلكم حافظينه على البرنامج وعلى القناة، دون أي إساءات لأي طرف من الأطراف، لأن احنا بنتكلم على رياضة. ثانيا الاختصار قدر الإمكان عشان نتيح فرصة لأكبر عدد من حضراتكم للمشاركة. بنستقبل تليفوناتكم على الرقم 388-35-655 و 010-900-96598. معانا طارق من القاهرة. أستاذ طارق. ألو. أيوه. إزيك يا أستاذ إبراهيم؟ أهلا بيك يا أستاذ طارق، اتفضل. تحياتي لحضرتك وللقامة الكبيرة جدا الباشمهندس عادل القيادي. كل سنة وأنت طيب. سنة طيب. أهلا بيك. وأنتم بالصحة والسلامة يا رب. سنة سعيدة عليكم جميعا وعلى الأهلي. على مصر كلها إن شاء الله. على مصر كلها يا رب. الحقيقه الاستاذ عدلي بعد اذنك يا استاذ ابراهيم قام من القامات الكبيره اللي ليها كل الاحترام والمحبه. طبعا، وبعد اذن ليه؟ ده قبل اذن كمان. وانا بدعي لكم انتوا الاثنين ان ربنا يديمكم لينا وللاهلي. ربنا يخليك يا استاذ. يا رب ان شاء الله. بعد تحياتي طبعا، هو كلمه جميله قالها الاستاذ الباشمهندس عدلي بالنسبه لي انا قلقان على الفريق. انه يخشى ان اللعيبه تكون تشبعت معنويا. الاحساس ده عندي برضه بقاله فتره الحقيقه، يعني من ساعه ما خسرنا النقط اللي فاتت دي. انا بس كنت اللي قلقني الحاجه اللي انا بتابع قناه الاهلي باستمرار، مش ما فيش اي اخبار بشوفها عن هشام محمد. هشام تمام. محمد كان مصاب ورجع، يعني كان مصاب ورجع، وان شاء الله تلاقيه موجود الفتره الجايه باذن الله. ما فيش كلام عنه خالص، ولا اثرته اخبارها ايه، ولا في اي قائمه بينزل. هنحاول نسال ونطمنك عليه باذن الله. الله يكرمك يا باشمهندس. بقى مش يعني مش محتاج اوصيك على الاهلي وعلى الفرقه ان شاء الله تفرحنا الايام الجايه. لا ده الاهلي. طب ما تقول له عايز تجيب مين يعني. بقول لك ايه، ما تيجي كده في موضه ال 48 ساعه اللي جايين دول. مين شخصيه، مين شخصيه يا استاذ طارق، مين شخصيه 2017 الرياضيه؟ طبعا يعني ما فيش بعد الاسطوره الكبير، ما فيش بعديه يعني كابتن بيبو، كابتن خطيب. طب اهم حدث رياضي في 2017 في رايك ايه؟ لا وصلنا طبعا لكاس العالم، دي اهم جميل. حاجه حصلت. واحسن لاعب في 2017، احسن لاعب مصري الاسد الجامد بتاعنا احمد فتحي، ربنا يبارك فيه. احمد فتحي ده في الداخل. في الخارج؟ في الخارج بقى انا والله يعني متحيز لصلاح. طبعا طبعا. شكرا. بعد منه بقى كريستيانو وميسي. تمام تمام. ده عامه اظن. شكرا يا استاذ طارق. معانا الحاج مليجي حنكو. ما كمل بقى. طب تكمل، ما هو مليجي على التليفون. طيب ماشي يا حاج مليجي. مليجي حنكو من المنوفيه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا حاج مليجي. ازيك يا باشمهندس عدلي؟ ازيك يا مليجي؟ الله يسلم حضرتك. اولا نمره واحد، بطالب جمهور الاهلي العظيم واقول لهم ارجوكم الوقوف بجوار ناديكم الان، بلاش نقع في الصياده اللي المنافسين عاملينها لنا. ايوه. بلاش نطلع نقطع في اللعيبه ونقطع في المدرب. ارجوكم الوقت دلوقتي المؤازرة وبشدة خلف نادينا العظيم. دي الله نمرة. عليك الله عليك، اتفضل. نمرة اثنين، في بدون ذكر اسماء باشمهندس عدلي يا استاذ ابراهيم، في احد مقدمي البرامج الرياضية قال 3 حاجات بصراحة انا محتار فيهم. يعني قال نمرة واحد، المجلس الاهلي الجديد بيسدد فواتير الانتخابات بتعيين الكابتن زيزو
مديرا رياضيا. كابتن زيزو كان مدير كرة سنه في بدايه الثمانينات، يعني ما كانش الكابتن صالح وقتها بيسدد فواتير. بس يلا ها اكمل يا استاذ ابراهيم. اتفضل. الكابتن زيزو مش محتاج تسديد طبعا فواتير. طبعا الكابتن زيزو يشرف اي مكان يتحط فيه طبعا. نمره اثنين، نفس مقدم البرامج يقول لك صلاح محسن لاعب انبي وقع للنادي الاهلي، بقول له يا سيدي يا استاذ يا محترم، صلاح محسن موقع لنادي انبي 5 مواسم ابتداء من 2019 ل 2021 2022، حتى اذا كان وقع للنادي الاهلي فهذا دون فائده. نمره ثلاثه، يطلع يقول حاجه غريبه بقى وانا مش عاوز اقول اسمه، يقول سوف تندمون على ايام المهندس محمود طاهر. قول له يا اخي انت مالك ومالنا؟ محمود طاهر اهلاوي، الكابتن الخطيب اهلاوي، بنحب الاثنين والاثنين مشرفينا والاثنين فوق دماغنا، اطلع انت منها. النقطة الأخيرة والله العظيم ثلاثة، النهاردة في برنامج الكابتن كريم حسن شحاتة إذاعة الشباب والرياضة دخل نقد رياضي إسماعيلاوي اسمه خالد الزراري، وقال التالي، قال إن المدير الفني الإسماعيلي مشي علشان في وكيل لاعبين أهلاوي هو اللي مشاه عشان يضعف النادي الإسماعيلي. بالذمة ده كلام يا جماعة؟ لا لا، طلع رئيس اتحاد اوغندا هو اللي اهلاوي يا مليجي. اتضح لي في الاخر بقى فعلا ان رئيس الاتحاد الكره الاوغندي طلع اهلاوي واحنا ما نعرفش. صحيح. اقول يا جماعه اتقوا الله، بلاش نولع النار، احنا علاقتنا مع الاسماعيلي في منتهى الحلاوه ومنتهى الجمال. كابتن الاسماعيلي وكابتن مصر كابتن حسني عبد ربه هيشاركنا مع اتلتيكو يوم السبت، وبعدين احنا النادي الاهلي يا جماعه مش محتاج مجامله من حد والله العظيم. وبعدين يطلع يا استاذ ابراهيم واحد زملكاوي يقول ايه؟ انا عاوز الاسماعيلي ياخد الدوري. يطلع لي واحد زملكاوي يقول لك انا عاوز مش عاوز ياخد الدوري. بقول يا جماعه ريحوا نفسكم، والله الدوري اهلاوي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا مليجي ان شاء الله. شكرا جزيلا لمليجي من المنوفيه معانا كامل من دمياط. كمل بقى استاذ كامل. عليكم السلام ورحمه الله. ابراهيم اهلا بيك يا استاذ كامل. استاذ عدلي اهلا وسهلا، مبروك للاستاذ عدلي على المنصب الجديد. الله يبارك لك. معلش انا اول حاجه عايز اتكلم فيها ان ما فيش كله في الاهلي اخذ فرصه ما عدا عمرو بركات، هو لسه ما خدش فرصته. اه. وتاني حاجه انا شايف ان الاتحاد الافريقي ما فيش فيها تقدم من ساعه ما عيسى حياته مشي، ودليل على كلامي تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا في المغرب دي المفروض ان الماتش ده العالم كله بيتفرج عليه، الدخانه والملعب ضيق، وعايزين ان الاتحاد الافريقي يهتم بدوري ابطال افريقيا يعني عشان خاطر الاهلي ان هو ياخد البطوله ثاني ان شاء الله. يا كامل قول لي بقى في 2017 كل سنه وانت طيب، مين او ايه اهم حدث رياضي عشته في 2017؟ طبعا هو وصولنا لكاس العالم، دي حاجه بنستناها من زمان يعني. تمام. احسن لاعب في مصر مين في 2017 جوه مصر؟ اه جوه مصر عبد الله السعيد ماليش اي بديل تاني، وما يكون في حالته واللياقه البدنيه عاليه بتبقى حاجه ما شاء الله. وشخصيه 2017 الرياضيه مين؟ طبعا الكابتن محمود الخطيب. الخطيب. تمام شكرا جزيلا. احسن نادي مبسوط ان التطور للقناه في احسن نادي طيب في 2017؟ طبعا مفيش كلام، النادي الاهلي طبعا. ماشي يا سيدي شكرا جزيلا. كامل من دمياط معانا. محمد من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ. انا يكفيني بس اشترف في المداخله ان انا اتشرفت وكلمت حضرتك انت والكابتن عادل. ربنا يخليك يا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا بيه. الله يخليك. ان شاء الله كده نبقى دايما في الامام يا رب بيه. يا رب دايما ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله ما فيش خوف على الاهلي طول ما الكابتن محمود الخطيب هو اللي ماسك مجلس اداره الاهلي. ان شاء الله. خايفين احنا مهما تكون النتائج ان شاء الله. احنا متاكدين من النتيجه النهائيه بتاعت كابتن محمود الخطيب. ان شاء الله، في الاخر هو اللي بيجيب الجون. بالظبط كده، بالظبط كده، هو معودنا على كده. تمام، قول لي يا استاذ محمد
افضل حدث رياضي عشته في 2017 ايه؟ وصلنا لكاس العالم. وصلنا لكاس العالم. واحسن شخصيه رياضيه في 2017 كابتن محمود الخطيب لمونيز. تمام. واحسن لاعب؟ احسن لاعب احمد فتحي. احمد فتحي. واحسن نادي؟ احسن نادي النادي الاهلي. الاهلي. شكرا استاذ محمد من اسكندريه. محمد من اسكندريه، سلم محمد من بني سويف. يا استاذ محمد. ايوه يا استاذ ابراهيم، معك محمد المصري. محمد المصري. أهلاً أهلاً. المؤرخ الجميل. الله يرضى عليك. انت متنقل، انت شويه من العريش وشويه بني سويف، الحكايه. ما انت عارف ان انا مبدئي بني سويف، العريش دي وطني الثاني يعني. بترجع للاصل بقى. ولكن ماشي. الاولاد ما زالوا هناك والله، ودي بلدي وبتمنى لها كل خير. ان شاء الله كل خير يا استاذ محمد. حضرتك ايه والبشمهندس؟ الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وانت بصحة. كل سنه طيب يا محمد. محمد المصري يا جماعه واحد من الموثقين المؤرخين للاهلي والحركه الرياضيه دايما. الله يبارك في حضرتك يا رب. انا بتصل وبحاول اكلم، بتصل وبحاول اكلم حضرتك انت والبشمهندس لان ليا طلب مهم جدا. اتفضل. ارجوكوا لجنه توثيق التاريخ اللي عملها السيد الوزير العامري فاروق. باشمهندس كان حاططها وعارف. تمام. عمل لها لجنه من كليه الاداب. وكان لينا دور معاهم، بس برضه ان التاريخ ده مهم. احنا يعني مهددين دايما بان تاريخنا ممكن يضيع في اي وقت من الاوقات، وتعرضنا في الفتره اللي فاتت لاختراقات. توثيق التاريخ هيمنع الاختراقات. تمام. ده طلبي الاساسي، وارجو وانا مستعد اتواصل مع سياده الوزير باي طريقه تعايزنها. وانا للعلم مشغول في وضع الدوري على الفلاشه وعلى الهارد، بحيث ان يعني هيبقى عندنا كل البيانات، كل اللي عندي واللي سيادتك شفته ابراهيم والبشمهندس عدلي شافه. تمام. بنزله على الكمبيوتر. تمام يا استاذ. يبقى اتفضل يا استاذ محمد. امرها سهل جدا، ارجو لجنه توثيق التاريخ. ان شاء الله. باذن الله. طيب قول لي بقى، ما انت مؤرخ، افضل حدث رياضي عشته في 2017 ايه؟ طبعا انتخابات الاهلي. انتخابات الاهلي. واحسن لاعب في مصر؟ والله احسن لاعب في مصر هو عبد الله السعيد، ما فيش جدال يعني. تمام. وشخصيه 2017 الرياضيه مين؟ بيبو، كابتن بيبو. بيبو، تمام. واحسن نادي في 2017؟ هو في غير الاهلي؟ تمام يا استاذ محمد. شكرا جزيلا للاستاذ محمد المصري من بني سويف. استاذ سيد من الجيزه. استاذ سيد. اهلا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ سيد. ازيك يا استاذ كابتن عدلي؟ اهلا بيك يا استاذ سيد، اتفضل. انا عايز اقول حاجه بس عشان مستوى الفرقه دلوقتي. انا على الاقل يكون حسام البدري متاثر ان الخطيب جه. ده كلام مش صحيح ولا كلام يعقل خالص يا استاذ سيد. يعني كابتن حسام يعني البدري، يعني على الاقل كابتن حسام هيحب كابتن حسام البدري يعني مثلا. يعني ما تدخلوهاش في السكه دي، ما تدخلوهاش في السكه دي. اتفضل يا استاذ سيد. ما انا بقول لك ممكن يكون حسام البدري متاثر او قلقان. ولا متاثر ولا قلقان اللعيبه. طيب ما انت شايف اللعيبه بدنيا مجهده جدا، الاصابات ديت هي طبيعيه؟ يعني لو كابتن حسام البدري متاثر هو اللي هيعور اللعيبه، تفتكر دي كلها يعني؟ ده خط الدفاع بالكامل يا راجل مصاب. يعني هي ظروف صعبه هنتجاوزها باذن الله. ما تسمعش للكلام ده يا استاذ سيد. ان شاء الله. خد منه الله. طيب قول لي بقى في الاستفتاء كده، اهم حدث رياضي عشته في 2017 ايه؟ كاس العالم وصول مصر. وصول مصر لكاس العالم. واحسن لاعب؟ والله انا شايف ان حسام عاشور. حسام عاشور لانه مؤثر جدا لما بيجيبها مع اللعب. صحيح، معاك حق طبعا. وشخصيه 2017 الرياضيه؟ كابتن الخطيب. كابتن الخطيب. واحسن نادي؟ هو في غيره؟ مفيش غيره. تمام، شكرا يا استاذ سيد. اخر تليفون قبل الفاصل، الاستاذ عبد العزيز من الشرقيه. استاذ عبد العزيز. الو. اهلا بيك يا استاذ عبد العزيز. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. انت طيب يا فندم. اتفضل. دلوقتي انا حزين على النادي الاهلي جدا، احنا متعودين ان النادي الاهلي دايما بيكسب. تمام.
ماشي، احنا عايزين الاهل دايما في احسن حال كده، نشوف ايه المشكله ونعالج المشكله دي. تمام، تاكد ان ده بيحصل يعني. ده اللي بيحصل يا استاذ عبد العزيز. ماشي، احنا مثلا عايزين نعرف ايه السبب، ايه السبب؟ الاهلي ما كانش كده ابدا يعني، متعودين ان النادي الاهلي دايما كده رافع راسه، حتى احنا في الشغل بنقول النادي الاهلي النادي الاهلي. ايه النادي الاهلي؟ شوف اللي بيحصل، هيرجع الاهلي يمسك المشكله في اللعيبه، هل في مشكله بين المدرب؟ طيب يعني اين كانت المشكله؟ الاهلي بيسعى لحلها، ما تقلقش باذن الله. طيب ماشي، قول لي يا استاذ عبد العزيز، احسن حدث رياضي عشته في 2017 ايه كان؟ طبعا صعدنا لكاس العالم. تمام، واحسن لاعب؟ احسن لاعب احمد فتحي. احمد فتحي، وشخصيه 2017 الرياضيه مين؟ كابتن بيبو. كابتن بيبو، تمام. وافضل نادي؟ كابتن بيبو. افضل نادي مين؟ طبعا النادي الاهلي، احنا كلنا بنعشقه. تمام، شكرا جزيلا يا استاذ عبد العزيز. هنطلع لفاصل ونواصل بعديها، وهسال لكم المهندس عادل القيعي اسئله تحرجه شويه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومتواصلين معاكم في حلقه اخيره من 2017. فعلا الساعات الاخيره من هذا العام، كل سنه وحضراتكم طيبين. زي ما كنا بنستقبل مشاركات الجماهير في استفتاء الافضل خلال هذا العام، ما ينفعش ما نحرجش الباشمهندس على الهواء. ايه افضل حدث عشته؟ افضل حدث رياضي. شوف، هو طبعا بالتاكيد وصلنا لكاس العالم. ده زي ما يكون واحد يعني جاب عيل على كبر. ايوه، حلو التعبير ده. عمليه ما فيهاش انجاز يعني قوي، لكن هي ما جت كده. ما جالوش اللي على كبر. يعني كل الناس بتجيب عيال على صغر وعلى كبر. هو عيني 28 سنه بعد الجواز. على ما ربنا كرم طبعا. للناس اللي عايزه تعتبر انتخابات النادي الاهلي وكده، انتخابات الاهلي ده حدث منطقي وله توقيته وله يعني ارهاصاته كانت باينه الدنيا هتوصل لايه، لكن احنا لما نتكلم في مصر بالتاكيد كاس العالم. هتستحرجني في ايه تاني؟ شخصيه 2017. شخصيه 2017 في فرق بين الشخصيه واحسن رياضي. مين الشخصيه ومين احسن رياضي؟ شخصية 2017 الجمعية العمومية للنادي الأهلي هي الشخصية التي فرضت نفسها على كل الأحداث وخالفت كل التوقعات وقاومت كل الصعوبات من صغيرها لكبيرها. إنك تلاحظ أن الكتلة الغالبة في الانتخابات كبار السن والشباب، مش العمر الوسط. طول عمر الجمعية العمومية في النادي الأهلي عمر الوسط لحد 50 و55 و60 سنة. لكن نشوف هذه الكثافة من 60 وانت طالع وناس. تصوير رائع من فوق. ده جاب لنا اللقطة طبعا. بص النادي طبعا، النادي الأهلي واخد بالك. وبعدين وصولا إلى النيل، شوف الجمال بتاع مصر. فأنت واللون الاحمر بقى، وقد طغى على شوارع القاهره فاكسبها رونقا وجمالا. زين النوادي. فانت بالتاكيد الجمعيه العموميه التي لم يخسر الاهلي معها رهانا، عندما يراهن عليها يكسب الرهان دائما. اما احسن رياضي ايهاب عبد الرحمن بتاع الرفع الاثقال. ايهاب عبد الرحمن ميداليات ذهبيه في كاس العالم في لعبه اولمبيه. في ناس بتقول لك السكواش، لكن دي لعبه رقميه اولمبيه مقارنه، سهل جدا توصل للافضل. مين الافضل؟ الراجل اللي خد 3 ميداليات ذهب في وزنه، وكان قد سبق له الفوز ببرونزيه. انت بتتكلم على احمد ايهاب. انا قلت ايهاب عبد الرحمن. احمد ايهاب بتاع رفع الاثقال. انا اسف، طاغي على دماغي طبعا الراجل اللي كان لازم ياخد. عبد الرحمن ضحيه لا، ده لما تقول لي مين ضحيه
الرياضه اقول لك ايهاب عبد الرحمن اللي انا متاكد انه راح ضحيه خلافات كده. طبعا انت جايبه لنا ايهاب عبد الرحمن هو لا ده الضحيه ده الضحيه جابوا لنا بقى اوكي ايهاب انت متاكد ان ده الضحيه لكن احسن شخصيه ده جابوا لنا رفع الاثقال لو سمحت لو تقدر تجيبوه ده كشخصيه ايوه والحدث تاهل مصر لكاس العالم ايوه لا احسن شخصيه احسن رياضي لكن احسن شخصيه جمعية العموميه الجمعية العموميه وافضل لاعب والله حسب التوقيت أيوة. اللي كنت هتسالني فيه في لحظه ما لم يكن هناك منافسا لعبد الله السعيد وفي لحظه ما لم يكن هناك منافسا لسعد سمير وفي لحظه ما لم يكن هناك منافسا منافس ايوه لا اصل انت كررتها كتير طب ما تقولها من اول يوم هتتاخد في وشك انت بتحرجني في اللغه لم يكن هناك منافس لاجاييه ولكن يبقى في دائره الضوء والترشيح دائما احمد فتحي احمد فتحي فاذا وهناك لم يكن منافس الوحيد الذي كان ينافس كان دائما احمد فتحي يستخلص من هذا ان اكثرهم ثباتا في المستوى احمد فتحي ولكن الإرهاق والإصابات أثرت على البعض أحسن محترف أجنبي أجاييه ينافسه كالديرون بتاع الإسماعيلي أحسن لاعب داخل مصر بالتأكيد قلت لك عليهم أحسن لاعب خارج مصر ما فيش غيره اللي مستنيه يبقى أحسن لاعب في أفريقيا وينافس على أحسن لاعب في العالم أنت عارف أحمد صلاح أنا كنت بقول لك قبل الفاصل على تصريحات الراجل هاينز المدير الرياضي اللي بازل اللي هو اخذ محمد صلاح من المقاولين قال ان انا وانا بنصح صلاح انه يفضل موجود في البيئه المثاليه بتاعته في ليفربول انا شايف انه صلاح قدامه ما هو اكبر واهم وانه ذات يوم صلاح هينافس على الكره الذهبيه كاحسن لاعب في العالم هو في احتمال من اتنين خلينا بقى ناس علميين شويه احتمال ان دي تكون بدايه لصلاح واحتمال ان ده يكون سقف اذا كانت سقف يبقى احسن عرض يجيله النهارده يقبله اذا كانت بدايه لا يتريس الوحيد الذي يستطيع ان يجيب هو صلاح ان شاء الله يستقبل 2018 ليه بقى بقول لك الكلام ده بجائزه احسن لاعب في افريقيا من الكاف هقول لك ليها سبب السنه اللي فاتت مين كان احسن لاعب في انجلترا رياض محرز صح ايوه موجود السنه دي لا مش موجود يبقى ده كان سقفه واخد بالك لكن صلاح بشخصيته وبتواضعه وبطموحه قادر يكون دي بدايته اذا كانت هذه بدايته فليبقى في ليفربول وانا بؤيد هذا تماما الى ان يصل الى تمام النضج ويبقى حاجه كده واحد من احسن ثلاثه يترشحوا على مستوى العالم وهنا يبقى يختار ويحط رجل على رجل البارسا باريس سان جيرمان البايرن الريال اللي هو عايزه المان سيتي وانا شايف ان الكره الانجليزيه ماشيه على مزاجه شويه يعني اللي فيها السرعه والقوه ما فيهاش الفزلكه الكرويه واحسن حتى الراجل هاينز مدير بازل السابق وهو بيتكلم على انه قد يستغرب البعض قال كده قد يستغرب البعض انه ازاي مصري هينافس على جائزة أحسن لاعب في العالم أنا بقول لهم لا ده ممكن جدا وقال حتى هو ينط ليه لأ هو ينط يسوي كان بالظبط وفكرنا بجائزة جورج ويا ويا الليبيريا يا جماعة وليبيريا بلد مش فيها كرة القدم زي مصر خدها في 95 وعايز أقول لك بص بقى مسيرة جورج ويا على الناس اللي كانت بتتكلم على إنه لعيب الكورة وإزاي يرأس نادي لعيب كورة بيرأس دولة كاملة معلش كرة. معلش مع احترامي انا هقول هو يرقص ليبيريا على عيني وراسي لان ليبيريا ما عندهاش لا رموز سياسيه ولا رموز رياضيه ولا لا يرقص بس والنبي عشان خاطري اتفضل نهدي اللعب الرياضي قد يرقص اي حته في العالم لكن بيليه ما رقصش البرازيل وكان في فكره في يوم ما ان يرقص البرازيل فكره ان احنا نخلط الامور احسن رجل اعمال لا يستطيع ان يكون احسن رئيس دوله ما ترامب مغرق الدنيا اهو واخد بالك مش هي المعيار رجل الدوله عايز اعبر لاعب الكره عن نفسه كرجل دوله احنا سهله لكن طيب
مدام قلت راجل الدولة، جورج ويا لما خاض الانتخابات الرئاسية في ليبيريا المنافسة اللي ضده تفوقت عليه بشكل واضح، بس أكبر حاجة ضربوا بيها جورج ويا في الانتخابات الرئاسية بقى المرة الأولانية، لا مش قالوا بس ده لعيب كورة، قالوا ده ما كملش تعليمه. إزاي هيحكم بلد وهو تعليمه ما كانش خد الثانوية العامة حتى؟ فبصوا التحدي بتاع جورج ويا بقى، مش بس أحسن لاعب في العالم سنة 95، جورج ويا بدأ حياته في ليبيريا موظف صغير على السويتش في فندق بيعمل تحويل مكالمات، لغاية لما دخل في الكورة وبقى لعيب كورة وانطلق بقى. بالمناسبة اللي كان رشحه كلود لوروا المدرب الفرنسي الشهير، رشحه للارسن فينجر وهو في فرنسا في موناكو، فبدأ مع لارسن فينجر اللي هو مدرب النين دلوقتي، هو اللي أخذ جورج ويا على فرنسا وانطلق جورج ويا. بس جورج ويا لما عايروه في الانتخابات الرئاسية في ليبيريا ان هو ما خدش ثانوية عامة، خلصت الانتخابات الرئاسية ما كسفش، امتحن وخد الثانوية العامة وسافر أمريكا، خد شهادة جامعية وماجستير ودكتوراه بس نقف في الإدارة. نقف هنا بقى في الإدارة، نقف هنا. هو نسي انه جورج ويا اللاعب المشهور، أيوة، وبدأ يؤهل نفسه ان يكون الرجل المؤهل الفاهم في الاقتصاد، الفاهم في السياسة، وراح لكل حتة خد منها الشهادة اللي هو عايزها بالظبط، ورجع انتخب بقى بالتساح، جهز نفسه ان يكون ايه؟ رئيس دولة، رجل دولة الأول، رجل دولة. استفاد من شهرته. فلما انت تكون انت راجل عايز تطور نفسك تأخذ بالأسباب. يبقى هنا عندما رشح اللاعب جورج ويا نفسه رصبه، عندما رشح الرجل المثقف الذي أهل نفسه جورج ويا مستفيدا بشهرته نجح. هذا فارق مهم وجوهري طبعا. اللي عايز العلاب مش عارف، من طلب المنى يسهر، طلب المجد سهر الليالي، أو المجد صلح لي كده أول بأول، هو ده الإحراج. طيب أنا ما حركتكش، طب ما تقول لي أنت نفسي الأسئلة اللي سألتها لي رد علي فيه. مين أحسن، إيه أحسن حدث؟ تأهل مصر كأس العالم بس خلاص. قولا واحدا، لأنه اللحظة اللي تأهل فيها منتخب مصر لكأس العالم، أنا أعتقد الظروف حتى يعني صاغت المسألة في شكل دراماتيكي مثير جدا، ان احنا نتعادل نتخطف في الوقت القاتل، في الوقت اللي الناس، انا قلت لك ساعتها انا كنت في برج العرب، في الوقت الاحباط يعني خيم على الناس، عارف الطعنة اللي قد هتضيعنا في الماتش النهائي على فكرة بالظبط. فلما جت ضربة الجزاء وشاط صلاح بهذه القوة تقريبا، هو كان بيسدد في شباك الاحباط، اليأس والقلق والخوف، يعني كان كل الناس، بص لحظة الانفجار، لحظة انفجار بمعنى الكلمة. احنا بنختار الحدث الذي اسعد الناس بشكل يحتوي جميع المصريين بالظبط، مفيش واحد اختلف على الحدث ده طبعا طبعا، فاذا هو الحدث الاهم. صحيح صحيح، مش عايز المناقشة، ده اللي هزينا كلنا من جوه. ولذلك كده انا بص قررت ان اخرج بره نطاق الاهلي، ليه؟ لان ده الحدث اللي اهم مصر طبعا، ويمكن المنطقة العربية كمان. صحيح صحيح، ان يكون ممثل الكرة الافريقية احد يعني مصر فيهم، ده مهم جدا. طيب ومين يعني شخصية العام؟ للكابتن محمود الخطيب. للكابتن محمود الخطيب. وانا هقول لك ليه كابتن محمود. لا ما هو مش عايزه ليه؟ خلاص. لا لا ليه ليه؟ في مليون سبب. ليه؟ اصل هتفق معاك على كل الاسباب. الكابتن محمود الخطيب يتبادر الذهن طبعا، لازم. انا بس حبيت ان انا ادول الموضوع، يعني انا لما قلت لك الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، بقول لك محمود الخطيب شخصيه العام، مش لانه نجح في الانتخابات، لاني اعلم وانت تعلم ان هذا الرجل الرياضي رفض الخروج على النص في المنافسه الانتخابيه باي مستوى، وما زال وما زال وما زال. وخدوا بالكم يا جماعه، يعني انا في حل على ان انا اقول ده في شاشه الاهلي، بس اقدر اقوله في اي مكان، الرياضي لما يتمسك باصول الرياضه في المنافسه مهما بلغت شراستها، هو ده المبدا الرياضي السليم. وعلى فكره هي دي المبادئ اللي الحلقه الماضيه كنا بنناقشها مع مدام ماجده ومدام ناديه تيتش، واحنا بنتكلم على سيره الكابتن محمود مختار التيتش، وازاي كان بيعظم ويعلي قيمه الرياضه والاخلاق الرياضيه، انه مهما حدث
من ضغوطات ومنافسات وضرب تحت الحزام ومشاكل، يبقى على الرياضي ضرورة التمسك بقيم الرياضة. فأنا لما بقول محمود الخطيب شخصية 2017 الرياضية، مش لأنه نجح في الانتخابات، ومش لأنه عمل هذا السكور من الأصوات، ومش لأنه واجه هذه المعركة الانتخابية الصعبة جدا، ولا أنه هو حاز ثقة هذه الجمعية العمومية بهذه الكثافة، والناس شفت قد إيه تحملت الصعوبات عشان تيجي تنتخب قائمة بالكامل على رأسها محمود الخطيب. ثقة فيه؟ لا، قبل كل ده لأنه مع شراسة المعركة أعلم وتعلم جيدا أنه رفض الخروج. مش أعلم، ده أنا هقول بقى، مش أنت في حل، أنت حر. الكابتن الخطيب كان يتلقى الضربات تحت الحزام بشكل يكاد يكون يومي. وكان كل ما الناس تقول هنرد بالشكل الفلاني يرفض. أيوه. وأول ما نجح، أول ما نجح رغم أنه كان يتلقى مش الاتهام، ده الناس شككت في كل حاجة فيه، حبوا يحاولوه، ده لعيب كرة كويس بذكاء شديد، ده ما يكون هو داخل مسابقة تنطيق يعني. أي. مش يقود أكبر نادي يا جماعة، ده رئيس بتاع مكتب تنفيذي و 10 سنين. المهم، إنما بعد ما نجح كيف تعامل مع كل الإساءات التي تلقاها؟ بالتأكيد والتحذير المستمر لأنصاره، لا خروج، ووسائل الإعلام اللي تحت سيطرته، تنبيهات، اقفلوا، محدش يتكلم في موضوع الانتخابات ولا يمس أي حاجة سابقة. إنما في نفس الوقت ده مش معناه التغاضي عن كل ما حدث، هو يحقق ويستلم النادي بشكل جيد، بيستلم على أرض الواقع، مش عشان يتهم حد، إنما عشان يصل إلى يبدأ مسيرة معينة، مسيرة معينة على أرض صلبة من المعلومات الحقيقية. ميزانية مظبوطة، أعمال هندسية مظبوطة، تراخيص مظبوطة، يبقى في الحالة دي يقول أنا هكمل على الوضع ده. الحقيقة تظهر ويكمل عليها ويحاسب عليها. فأنت ما بتقول لي كابتن خطيب، ما هو ده الاختيار السهل، معلش بقى هترازل عليك. لكن لو لم يكن الكابتن الخطيب على ثقة في جمعيته العمومية، ولم يراهن على وعيها، ولم يراهن على تشبعها بمبادئ النادي الأهلي، ما كان ينجح بهذا الاكتساح. أن الاكتساح ممكن ينجح في أي حتة تانية، ده الخطيب خد بالك، لكن أنا بتكلم على شكل النجاح. شكل النجاح أن فيه مبهج، لا، فيه خصوصية لهذه الجمعية العمومية تأتي للصالح بالأسلوب السليم، وليس في ظرف سياسي، تأتي للصالح بالأسلوب السليم. السليم وليس لظرف سياسي بتخلص من وضع عشان تخش في وضع ولا كده، أو لرفض وضع يعني، ولم يأتي لرفض الآخر، بالعكس الآخر كان له قواعده وله قبوله. إنما هو كان خيار بين ثقافتين، اختار الجمعية العمومية الثقافة اللي تناسبها والتي عبر عنها بصرامة وتمسك إلى اليوم الكابتن محمود الخطيب. فأنا شايف أهمية نجاحه في النادي الأهلي، وكانت معركتنا الشخصية. لكن أرى أن المناخ الذي أفرز هذا النجاح بهذا الشكل يستحق أن يتصدر المشهد، وما كانش حد هيتذكره. أنت صح وأنا مش غلط، وأنا مش هأوحك، بس هسألك تاني. ما حسيتش بالقلق أثناء الانعقاد أو قبله؟ يوم الانتخابات بعد الساعة 12 أنا قلت لك أنا إيه؟ عملت اختبار. لا، عملت اختبار. أنا طلعت بره الخيمة، دي صوتي، وطلعت بره الخيمة. كل اللي قابلني هو فين المهندس عدلي؟ قلت له أنتوا ليه فاهمين إن إحنا على الهوا باستمرار؟ أيوه، وكانوا بيسألوني نفس السؤال. فواحد جاب لي كرسي قدام أوضة اللبس، قعدت جنبهم. طب أنا عايز أعرف الدنيا، التدفق التدفق. فقلت إيه؟ اللي هيدي الكابتن الخطيب يبتسم. كله بيضحك. انطلقت الابتسامة. قعدت لي ربع ساعة، اللي هيدي الخطيب يبتسم من عدد الابتسامات وحجمها، ابتسمت. واخد بالك؟ أنا ده اللي حصل. وأنا بقول لك ده اللي حصل.
والناس قدرتك فعبرت لك برايها، صوتت لك على لا هم بقى طرفت السؤال، طرفت السؤال. ما انت ما بتقولهمش يرفع ايده، تقول لهم اللي يدي الخطيب يبتسم وراح يعمل حاجه حلوه، حاجه تدعو الى يعني. فلاقي الناس بتبتسم وتعمل لي كده، اللي يعمل لي كده، اللي يعمل لي كده. من الاعداد وتدفقها يعني شعرت بالاتجاه العام. وكل ساعتين اعمل هذا المجاس، ما انا اقول ايه، يمكن دي دفعه وتعدي. فبدات احس بال اللي انا كنت رايح وانا فاهم ان انا مش هتحمل اكتر من ساعتين ثلاثه واروح بيتي يعني. اقوم اعد للفجر تاني يوم. سهلنا سوا. وبعدين سوى. ايه وانا خلاص مطمئن للنجاح. ايوه عايز انتشي بيه. فعايز اسمعه. فحدث طبعا الاهلي حدث مفصلي ومهم. مفصلي مفصلي كمان عايز اقول ومهم حاجة. لكن انا ليه مش انا عايز اقول انا عايز اعلي من قيمه القيمه. قيمه المكان وخصوصيته، قيمه هذا المكان العبقري الذي يفرز نجم فيعطيه كل هذه القيم بداخله. ما هو كابتن محمود الخطيب فيه لعيبه يمكن هو اهمهم، بس في لعيبه مهمه جدا وعبقره في كره القدم. طبعا طبعا. لكن المحتوى الثقافي والتراثي والقيمي ده ابن المكان. صحيح. هو وليد المكان، وليد ان الجمعيه العموميه تختار بهذه المواصفات. احنا واحنا قاعدين في الجنينه استاذ حامد عز الدين فكرني بحاجه، كان الكابتن نعمان الله يرحمه تقريبا اخر زياره له في النادي قبل الوفاه بايام قليله، كان عزمنا انا والاستاذ حامد وعلي بيه حسنين الله يرحمه. على طول انت معزوم ومطنشني. لا حول الله رب. وعلي بيه حسنين الله يرحمه. هو اللي مطنشتك ماشي. واحنا قاعدين في الجنينه كبت في الحته اللي اتعمل فيها بعد كده التمثال بتاع كابتن صالح. كابتن عمان قال فكرني بيها الاستاذ حامد، عارفين الحته دي اللي انتوا قاعدين فيها اغلى حته في مصر؟ فقلنا له طبعا يعني. قال لك لا انا اقصد يعني اغلى حته علينا كالنادي الاهلي، وكمان ثمن المنطقه الجغرافيه دي اغلى حته فيها، اغلى حته طبعا بالظبط. فقد كده القيمه برضو ليها. لا طبعا ليها معناها. بص يعني كان حاجه جميله. لكن مين احسن لاعب؟ احسن لاعب جوه مصر في رايي ما زال عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. حتى طبعا خارج مصر كان. من تحصيل حاصل نسالك يعني. لا احسن لاعب بره مصر وجنب مصر والناحيه الثانيه محمد صلاح في اي حته. سؤال بايخ، مين احسن نادي؟ شوف النادي الاهلي تدعمه البطولات، لانه الاختيار المفروض الناس ما تبصلوش ان ده الاختيار لانه دي قناه الاهلي. في 2017 الاهلي خد الدوري، خد كاس مصر، فالبطولتين اللي شارك فيهم في 2017 خدهم، ولعب فاينل افريقيا. فلما تروح دوري ابطال افريقيا تلعب نهائي، لما تاخد دوري وتاخد كاس البطولتين المحليتين، ولما تدي منتخب بلدك اكبر عدد من اللعيبه يأهلوه لكاس العالم. ده المعيار الموضوعي بقى. بالظبط. اكبر عدد من اللعيبه الدوليين فوق وتحت ناشئين وكبار وقلوبهم في النادي الاهلي. بالاضافه ان الاقل فقدا في النقاط وباذن الله يستمر على هذا الوضع. حتى في الالعاب الاخرى. حتى في الالعاب الاخرى. وبالقياس بقى 2017 يعني اخذت بطولات. يبقى اذا النادي الاهلي اختيار موضوعي وليس عاطفي بالمره. بالظبط. ينافسه بعض انديه بتتطور بشكل جيد. سند الاسماعيلي كويس، المصري مش بطال، الزمالك في سكه التعافي يعني، لكن احنا بنتكلم على الافضل بموضوعيه. ماشي. عايز ايه تاني؟ تتكلم في ايه تاني؟ طب مالكش في الفن؟ بس احنا يا جماعه عايزين نعملها دردشه كده سهره اخر السنه. طب ما انا تخليني اسالك انا حاجه تانية في الكوره برضو، المركز اللي محدش قادر يستقر عليه، هو مين احسن حارس مرمى في 2017؟ يا اخي حاجه غريبه جدا، الناس محتاره تفاضل بين الافضل والافضل والافضل في كاس الامم الافريقيه. تاتي هذه اللحظه تنقلب كل الموازين ليبرز عنصر جديد ينافسه عنصر جديد. يعني الناس دلوقتي بتتكلم على عواد والشناوي، شناوي الاهلي. ده الابرز في الشهر اللي فات بعد ما كان اكرامي وشناوي الزمالك. بعد ما انتش عارف اكرامي ولا الحضري ولا شناوي الزمالك. ولا شناوي الزمالك. يمكن شناوي الزمالك بدا يشد شويه.
الحضري طبعا موجود وموجود بره وبيدعمه تاريخ وبيدعمه خبرات. اتمنى ان احنا نشوف شخصيه شريف اكرامي الحقيقيه اللي هو اظهرها قبل كده، لانه كان بلا منافس قبل كاس الامم الافريقيه هو الافضل. عايزينه احسن مدرب. برضه لحد شهر فات كانت الامور مختلفه. يعني بيتنافس ايهاب جلال، بيتنافس الكابتن حسام، بيتنافس لكن كان بالمعايير الفنيه والمعايير النتائج ومعايير اداء الفريق حتى في معظم الماتشات. النادي الاهلي كان كابتن حسام البدري. مش معنى ان في 3 4 ماتشات في الاخر ايوه الاداء شاح نتيجه اصابات وحاجات صعبه جدا وعدم توفيق ان احنا نسحب هذه الثقه. ما زال بالمعيار الموضوعي طبعا. الراجل دي صابر بتاع كمدرب اجنبي، مفيش جدال ان دي صابر بتاع الاسماعيلي اللي مشي بطريقه غامضه جدا، مش غامضه، طريقه مفاجاه. هو مش غامضه، هو راح منتخب. هو طلع انه الاتحاد الاوغندي رئيسه اهلاوي فعايز يوقف مسيره الاسماعيلي. يعني حاجه غريبه. لا اعتقد لا، هوش خلاص شخصيه الفريق تكونت وملامح اللعب والخطط، ما هو اللي بيمرنوا. شوف انا 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 برضو المساله في حكايه احسن مدرب يا جماعه، اولا احنا بنتكلم على 2017، يعني بنتكلم على 12 شهر، يعني مش بنتكلم على اخر ساعتين في الزمن. ايوه بالظبط. كل ما اسمع استفتى الاقي هذا الرجل مظلوم. طب ما تيجي تحسبوها، هو لعب كم مباراه حسام البدري في 2017؟ شارك في كام بطوله ونسبه نجاحه هو لم يحصل لحد مباراه. انما المقاصة. غير طبيعي وغير منطقي. ايوه انا لو السنه بتاعه 2017 هي شهر ديسمبر، هي شهر ديسمبر، مش هطلع حسام البدري رقم 5. ايه رايكم؟ مش هيطلع عندي في 2000 في ديسمبر، لو السنه كلها ديسمبر مش هيطلع رقم 5 ومش هيدخل خالص القائمه. بس السنه مش ديسمبر، السنه 12 شهر. هذا الرجل حقق فيها من النجاحات ما لم يحققه اي مدرب اخر في المسابقه او بره المسابقه. انتوا بتتكلموا الراجل ده خد دوري وكاس وفاينل افريقي ولعب فاينل افريقي، ايه تاني؟ شوفوا حجم وشكل اداء الاهلي لما الفرقه كانت واقفه. طب هقول لك حاجه، وما فيهاش اصابات. ولحد قبل ماتش المقاصه في التحليل، قبل ماتش المقاصه استديوهات التحليل تقول لك لا الاهلي يحلق لوحده في حته ثانيه. بالظبط، كانوا بيقولوا كده. مين يقدر على الاهلي؟ جت المباراه دي كسرت حاجات كتير، لكن هنستعيد باذن الله. لا فكره ان احنا ايه يعني الناس تتكلم على اخر حاجه، اخر لقطه، اخر لقطه، دي مساله سطحيه جدا. عشان كده تقيم المباراه على اخر لقطه. المباراه اللي انطلقت بيها الصفاره، اللقطه الاخيره هو الانطباع اللي الناس كلها بتتكلم فيه بغض النظر عن ال 90 دقيقه واللي حدث فيها. فمش معقوله ابدا على مدار سنه مدرب ياخد الدوري والكاس ويلعب فاينل افريقيا ويقدم كوره كويسه جدا ويطور اداء ويبقى شكل الاهلي ما يخسرش تقريبا 46 مباراه. اسوأ حدث بشكل عام بقى، مش رياضي ولا بتاع، حصل في 2017. انا دي اللي بحرجك. شوف لا بتحرجنيش. هي الحدث المؤلم والموجع جدا انه بدانا السنه بتفجيرات الكنيسة وختمنا السنة بتفجيرات الجامع. يعني مفيش يا أخي، أنت مفيش حل فيك؟ لا والله بجد. يعني أنت متخيل إنه الناس بتصلي صلاة القداس دي تقودنا إلى إيه بقى؟ عيد الميلاد فتحدث التفجيرات. تقودنا إلى الناس تصلي الجمعة فتحدث التفجيرات. كلام جميل، لكن فيش حدث أسوأ ولا علاقة بما يحدث في المنطقة. قرار ترامب بناء بالاعتراف بالقدس عاصمه الإسرائيل. بس قرار مجنون. معلش ما هتقولي مجنون؟ لا علاقه بما يجري، لان بعديه على طول الكونجرس عمل ايه؟ بدا يفتح لك ملفات الفتنه الطائفيه. دعم الاخبار. انت هتشتغل لي وتروح لمجلس الامن هضغط عليك اهو. شوف وشويه احداث ثانيه عشان بس ايه؟ شوف لما والجزيره السودانيه اللي راحت لتركيا. يعني عايز اقول ايه؟ ان في حدث يقود الى مجموعه احداث.
انا بخرجك بس بره. لا 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 ما تخرجنيش يعني الكلام اصله بيجيب بعضه. شوف احنا بنتكلم على الاسوأ في التفجيرات. تفجيرات دور العباده مقرفه. وترامب والكونجرس يبدا يناقش مشروع قانون بالتدخل في دعم الاقباط في مصر. يخليك تفتكر البابا شنو ده؟ ما قلته العظيمه لو ان التدخل الاجنبي لحمايه الاقباط فليموت الاقباط ولتحيا مصر. الله الله يعني لا وانا يعني اعتقد ان لا بص الراجل ان الرؤيه الداخليه علشان الناس اللي اظن ان على نفس النهج ما زال. والاب تودروس قال اخيرا نحن لا نستقوي بالخارج، نستقوي بالله واخواتنا المسلمين. بالظبط كده. يا رب احرس مصر وعدي اليومين اللي جايين دول على خير، ويعني فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اتمنى ان الحدث يمر في سلام، لان اتضح ان الاخباط لا يسال عن الديانه، ما يشوفش باسبورك في ايه. انا بقول لك في كل حدث زي ما فجر كنيسه فجر جامع، والحدث اللي بتاع الكنيسه بتاعت اسكندريه مات فيه مسلمين. طبعا طبعا. اذا في الارهاب ما بيسالش عين الدمك ايه، لا مله ولا دين. يلا نخرج. لكن الكوره تظل بتقوم بدورها ضد الارهاب وتقوم بدورها لصالح السلام. ايوه. هقول لكم قبل ما نطلع لفاصل، اللعيبه اللي هيشرفوا مهرجان الاهلي يوم السبت ويعززوا صفوفه، مش نقولها في الفقره بتاعتها اللي عايز يقولها دلوقتي قبل ما نطلع لفاصل. محمد الشلهوب من الهلال السعودي، فهد المولد لاعب اتحاد جده، عبد الله الجبرين لاعب النصر السعودي، ياسر القحطاني من الهلال السعودي، اسماعيل عبد اللطيف المحرق البحريني، حسام غالي النصر السعودي، بان نقول حسام غالي له نادي تاني، كهربا ايضا اتحاد جده، الاهلي طلب مشاركه تريزيجيه لاستغلال تواجده في القاهره حاليا، والاهلي خطب الجزيره الاماراتي لضم علي خصيف للمشاركه في المباراه، ودم دعوه صلاح محسن من انبي، ومحمد فاروق من المقاولين، ومحمود متولي من الاسماعيلي، وارسل النادي الاهلي ايضا لنادي الزمالك لإفادة اثنين من نجوم نادي الزمالك للمشاركة في هذا المهرجان ضد أتلتيكو مدريد للتأكيد على حقيقة واحدة. إذا كنا بننشد التضامن العربي بين مصر والدول الثلاث الشقيقة السعودية والإمارات والبحرين المتضامنة والمتحدة ضد الإرهاب في المنطقة، فمن باب أولى تكون أيضا القبضة الوطنية المحلية في إيد واحدة، يكون الأهلي وأشقائه أيضا من الأندية الأخرى في صف واحد ضد الإرهاب واللعب معا من أجل السلام. بما أنك أنت دخلت في مباراة أتلتيكو مدريد وهترجع عليها، أرجو أن أنا عارف أن في ترتيبات خاصة جدا للجماهير وبيع التذاكر ودخول الجماهير وخروجها، عايزين بس يجيبوا لنا وليد مهدي على التليفون يقول لنا عشان الناس تعرف مسارها ازاي وهتتحرك ازاي وتاخد تذاكرها منين. هنطلع لفاصل وبعد منه ما نقدرش نرفض للباش مهندس طلب بعد الفاصل. الأهلي وأتلتيكو رسالة سلام مع متعة المشاهدة والتحليق في أجواء لقاء تاريخي. محاورون ومحللون يفتحون صفحات الفريقين في القمة الكروية العربية الأوروبية. الأهلي وأتلتيكو، الأهلي وأتلتيكو رسالة سلام غدا الساعة 9 مساء، انتظرونا على قناة الأهلي. الأهلي يواجه بتروجيت،
في الجولة 16 من الدوري المصري على ملعب برج العرب. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 4 مساء على قناة الأهلي. هي ليست الأولى. مونشن جلادباخ، بنفيكا، روما، ريال مدريد. برشلونة، بايرن ميونخ، ولن تكون الأخيرة أتلتيكو مدريد. السلام ضد الإرهاب. انتظرونا 30 ديسمبر فقط وحصريا على قناة الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. كل سنه وانتم طيبين. بعيدا عن الاستفتاء وبعيدا عن احراج المهندس عدلي، ايه اللي بيحصل في كره النادي الاهلي؟ الناس قلقان. لا، ما احنا اتكلمنا ان ده وضع فاجئنا. وان كان هو فاجئنا على ارض الملعب، لكن ما فاجئناش واحنا متوقعين امتى هيحصل. بس التوقيت هو اللي فاجئنا. كنا نرى ان تكدس المباراه وتتابعها هيعمل عمليتين، ارهاق بدني وارهاق نفسي. وحاله من التشبع. لان الثلاثه حصلوا مع بعض. لما يتزامن معاهم اصابات متعدده نتيجه الارهاق البدني وتتابع المباراه، واللي يخليك تلعب ثلاث ماتشات، اللعيب اللي بيتعور يفوتوا ماتشين. لو اللعيب ده راحت عليه نومه مش يتعور هيفوتوا ماتشين. وانا مش هيفوتني ان انا البي لك طلبك. اللي هو عايز تطمن الجمهور على التذاكر. جبت وليد، استاذ وليد مهدي، مدير اداره المباريات بالنادي. استاذ وليد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، بمس عليك وبمس على الباشمهندس عدلي وبمس على كل جمهور النادي الاهلي. مساء الخير وكل سنه وانت طيب. من الشاشه كل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يخليك. قبل ما تخش في التفاصيل عايزك تؤكد لي المعلومه دي للناس كلها عشان ما نبتديش نتكلم في حاجه، وخصوصا الناس اللي طالبه تذاكر. ان النادي الاهلي قرر الغاء التذاكر المجانيه والدعوات تماما، لا توجد تذكره واحده. الكلام ده صح ولا غلط؟ والله يا كابتن عدلي، انا اول قرار اتبلغت بيه قبل المباراه، قبل العمل في كل الاجراءات التنظيميه لمباراه اتلتيكو مدريد، الغاء كافه الدعوات المجانيه داخل النادي الاهلي. تمام. واي مسؤول او اي حد يرغب في الحصول على تذكره، اي تذكره، لابد ان هو يقوم بدفع ثمنها بشكل او باخر وياخدها تذكره مدفوعه القيمه. والغاء كافه الدعوات المجانيه، وانا مسؤول عن هذا الكلام تماما، لا يوجد دعوه مجانيه داخل النادي الاهلي في مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد. وهذا الاجراء يعني اجراء صدقني
شال من علينا حاجات كتيرة جدا جدا. حضرتك والأستاذ إبراهيم كنتوا قريبين لأحداث كتيرة جدا بالأمور الخاصة بالدعوات بس. صحيح. لا يعني عايز أسأل يعني مثلا مجلس الإدارة هيخش إزاي؟ مجلس الإدارة نفسه وحضرتك في مكان مخصص للفي اي بي علشان ضيوف الحدث نفسهم، وده المكان المخصص للمقصورة الرئيسية الفي اي بي بيتسع ل 80 كرسي طبعا يعني علشان ضيوفنا وعلى دماغنا. فالعرف جرى ان ده الوحيد المكان اللي في الاستاد المخصص دعوات في اي بي اللي بخطابات مش دعوه مطبوعه. لا 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 دعوه كابتن عدلي مطبوعه رقم بتصريح مرتبط من جيت فقط 80 تذكره فقط هم الدعوات المجانيه الفي اي بي، اما الباقي مقصوره اماميه اولى شمال درجه موحده. كل ده بقيمه وبتذكره حتى اعضاء مجلس الاداره وكل الناس المسؤوله اللي طلبوا تذاكر مقصوره اماميه او اي نوع من الدرجات قاموا بدفع القيمه داخل النادي الاهلي داخل الاداره الماليه في النادي. يعني رئيس واعضاء المجلس اشتروا تذاكرهم. حصل. ده شيء رائع وشيء محترم. حصل. ويبقى قدوه ويبقى المساله على الجميع بقى لما رئيس النادي واعضاء المجلس يشتروا تذاكرهم. بالذات في حدث زي ده لانه احنا بنبحث عن تعظيم عوائد المباراه اللي بتخصص كامله لاسر شهداء الوطن. كابتن ابراهيم انا عاوز اقول لحضرتك ان الموافقه الامنيه هي 60,000 60,000 تذكره قيمه مع عدد 80 كرسي اللي هم الفي اي بي تم طرحهم كامله للجمهور. اولا تم فتح باب السيستم الخاص بالنادي الاهلي الخاص واكد عليها كابتن ابراهيم باشمهندس عدلي هو خاص السيستم الوحيد الخاص بالنادي الاهلي تم فتحه في خلال 72 ساعه تم حجز 17,000 تذكره وتم تسليمهم امبارح والنهارده في جميع محافظات مصر من خلال فوري اللي حضرتك بيتم اختياره اللي شرحناه اكثر من مره من خلال حضرتك اللي هو بيبقى اقرب مكان لفوري جنب البيت جنب العنوان اللي مذكور في البيانات بالظبط. حضرتك في قائمه حجوزات وانت بتحجز عن طريق الاونلاين سيستم بتختار بتقول انا في الحته الفلانيه سي في الهرم مثلا سلموني في المكان ده سلموني في الحته دي فبتجي لي التذكره في المكان ده بدون تكدس وبدون اي حاجه لان حضرتك احنا في الكونتراكت في الاتفاق ان اكتر منفذ يبقى موجود فيه لا يتعدى 250 تذكره فبالتالي 250 شخص ياخد تذكرته ويمضي عليها يا كابتن ما بيبقاش فيها اي مشكله يبقى حضرتك عرفت التذكره راحت فين ومين اللي خدها وصاحبها استلمها وبياناته موجوده والكرسي بتاعه فين ولما يخش حضرتك الاستاد يخش عن طريق السكاننج على التذكره بتبان سليمه او مش سليمه قيمتها مدفوعه ولا لا مزوره ولا مش مزوره فبالتالي يا كابتن النادي الوحيد في منطقه افريقيا هو اللي بيقوم بهذه الاليه حتى لو حصل اي تجاوز او اي شيء بيتعرف التذكره وده كله يعني اعتقد الفتره اللي فاتت والفتره اللي يعني اللي يكسر كرسي بيبقى مسؤوليته بنعرف نجيبه ما هو مستقبليا للاسف الكرسي مش مترقم دلوقتي يعني لا يا كابتن ابراهيم هو الكرسي مترقم بس ثقافتنا اللي لازم تتغير ما حدش بيروح على الكرسي بتاعه انا اروح الاقي ناس تانية قاعده لا ده احنا بنروح نلاقي يعني بتالا عدد كبير جدا بيتجمع مع بعضه وبيبقى الاغلبيه واقف ما هي التلفيات بتيجي منين مش دي من الجزئيه دي ان كل الجمهور يعني بيتفاعل مع المباراه فبيقف على الكراسي فالكراسي مع عوامل الشمس وعوامل التعريه اللي بتقعد فتره كبيره جدا بتتفتيك مش يعني ما بيبقاش قصد يكسر الكرسي قد ما بيبقى هي دي التلفيات. طيب قول لي يا وليد انت بتقول انه من خلال السيستم تم بيع 17,000 تذكره 17,000 تذكره وتم تسليمهم للجمهور ده من اجمالي ال 60 ده من اجمالي ال 51,000 في 51,000 تذكره موحده تم بيع منهم من خلال السيستم 17,000 تذكره الباقي العوائد طبعا كل العوائد حضرتك هتقبض في حساب نبض الاهلي وبالتبعيه هيحولها لحساب الهدف النبيل اللي هو بتقام من اجل المباراه اللي هو لاسر الشهداء او شهداء الوطن زي ما مجلس الاداره هو صاحب القرار بيقرر في كده. الباقي طيب. يا كابتن تم طرح 20,000 في منافذ في اسكندريه علشان هي الاقرب للاستاد علشان عوامل البرد والجو
فيكون هو اقرب ما يتحملش تكاليف كتير. وده حصل بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره والاستاذ احمد حسين رئيس منطقه اسكندريه، فتحوا 5 منافذ في انديه اسكندريه من خلال الحاج احمد حسين رئيس المنطقه، وتم طرح 20,000 تذكره هناك. ال 20,000 تذكره تم الانتهاء من 11,000 منهم، فمتبقي 9,000. ومن خلال حضرتك بقول للجمهور النادي الاهلي في اسكندريه محتاجينكم في خلال بكره ويوم المباراه ان انتوا تاخدوهم بكره ان شاء الله. بالتالي ده كده عشان ما يجوش في اخر وقت يقول لك مش لاقيين تذاكر. لا لا يا لا يا كابتن عدلي، ده انا اقول لحضرتك ده كده بالنسبه للجمهور. بالنسبه للاعضاء النادي الاهلي تم تخصيص 3 اماكن من خلال الجزيره والشيخ زايد ومدينه نصر. على مدار اليوم التذاكر متواجده من 10 صباحا لحد 11 بالليل، وكان بيشرف على هذا الامر بالكامل الوزير الكابتن العامر فاروق نائب رئيس النادي. كل الخطوات ديت من الصبح لحد اخر النهار. كم تذكره؟ عشان نضمن ده تم طرح 14,000 تذكره لاعضاء النادي في المقرات الثلاثه. في المقرات الثلاثه بواقع 4,000 في كل مقر ما عدا الجزيره، يعني علشان الاقبال عليها ازيد فكان 6,000. تمام. بالتبعيه المقصوره الاماميه تم بيعها بالكامل، وتم بيع الدرجات اللي قلت لحضرتك عليها. الدرجه الاولى شمال هي 6,000، 3 فوق و3 تحت، تم بيع اكثر من 50% ومتبقي برضه 50%، نامل ان بكره تنتهي. الاسعار برضه نقولها للناس يا وليد. الاسعار هي سعرين اثنين، كانت المقصوره الاماميه 200 جنيه وده تم الانتهاء منها. 75 جنيه الدرجه الاولى شمال وده جري متبقي منها جزء. والدرجه موحده الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه كلها بقيمه موحده 25 جنيه برضو، يعني نزول بسعر التذكره ده كان طلب كثير من الجماهير، ومن خلال الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك ان كان بيطلب ان سعر التذكره يقل. وده اعتقد ان كان ده بالنسبه لعمليه بيع التذاكر عشان نعرف العوائد الماليه اللي قبل المباراه. نقدر دلوقتي النادي الاهلي يقول لحضرتك عائد المباراه دي كام ورقمها ايه والدرجات ايه واللي اشترى تقسيمتها ازاي. طيب دلوقتي اعضاء النادي اعضاء النادي انت بتقول المقصوره اتباعت والباقي بنسبه 50%. عندك بكره وبعده مش كده؟ في بكره بس. لا ما هو بعد المباراه يا كابتن. بعده ما انا ايوه عندك بكره وبعده. لو انت بكره ما بعتش مثلا واتبقى مثلا 20 او 25% من التذاكر، هتوديها اسكندريه ولا هتعمل فيها ايه؟ لا هو اوريدي يا كابتن بكره ان شاء الله كل التذاكر المتبقيه هتتوجه لاسكندريه. بكره قريبا من الاستاد بكره ان شاء الله. بكره الساعه كام؟ تبقى تذكره بعد صلاه الظهر ان شاء الله. يعني اللي عايز من اعضاء النادي من جماهير القاهره والشباب اللي في القاهره اعضاء النادي فقط مش كده؟ اعضاء النادي، لان الجمهور تم طرح 40,000 من خلال الاونلاين والمنافس في اسكندريه يا كابتن ابراهيم. طيب جمهور القاهره بس اسمعني جمهور القاهره اللي هم مش اعضاء بيشتري اونلاين ومش هيشتري اونلاين وتوزع. لو مش هيشتري اونلاين ومش مسجل هو يعمل ايه؟ يا كابتن ابراهيم حضرتك ال 17,000 اللي اتباعوا اونلاين اتباع منهم 13,000 جمهور النادي الاهلي في القاهره. انا اقدر اقول لحضرتك اللي اتباع تقسيمتهم ايه؟ طيب 13,000. طيب هل اسمعني يا وليد، هل متاح للجمهور اللي في القاهره اللي ما اشتراش من خلال السيستم يشتري من تذاكر الاعضاء لو تذاكر الاعضاء ما خلصتش؟ يا كابتن ابراهيم المنافذ اللي داخل النادي الاهلي المقرات الثلاثه هي لاعضاء النادي الاهلي. لو حضرتك فتحنا للجمهور يبقى احنا بنرجع مش بنتقدم، لان احنا لغينا المنافذ والبيع اليدوي بالنسبه للجمهور بقى كله اونلاين، والاعضاء بياناتهم بتتسجل برضه عند الشارع مش كده؟ بص يا كابتن مفيش حد بياخد تذكره مش عارفين يبقى او بياناته ايه، يبقى داخل النادي عشان بتسجل الكارنيه عشان بناخد برقم الكارنيه. وده نقطه مهمه كتامين، لان ده اللي انطلب النهارده برضه في الاجتماع الامني يا كابتن عدلي وكابتن ابراهيم. ان حضرتك الجهات الامنيه في اسكندريه اللي هو مصطفى النمر مدير الامن واللي هو شريف عبد الحميد مدير المباحث وكل القاده الموجودين كان اللي هو شين شمس المدير التنفيذي بياكدوا على حاجه، هي المباراه لغرض الاستلام ولكن هيطبقوا يعني كل القوانين التفتيش بكل قوه وحزم
خوفا من لا ده لازم يعني اه طبعا يعني مش معنى المباراه وديه الدنيا هتبقى لا ده في ناس مزاجها تعكر الحدث تعكر الفرح. الله ينور على حضرتك. ده كان الغرض الرئيسي من الاجتماع وتم عمل حاجه كويسه جدا يا كابتن عدلي. ده برضو من خلال جمهور الاهلي اللي بيسمعوا كل حضرتك ان احنا عندنا ثلاث درجات او اربع درجات، مقصوره ودرجه اولى وده هيبقى له طريق، ودرجه موحده ودرجه درجه موحده ايوه وكل الناس تروح في حته واحده. لا الدرجه الموحده، الدرجه الموحده هيبقى لها طريق ولا اتنين؟ لا الموحده هيبقى لها طريق واحد، اللي جاي من القاهره لو جاي من اسكندريه هيبقى له طريق، اللي جاي من القاهره حضرتك هيطلع على طول الكوبري بتاع برج العرب نزولا شمال على استاد برج العرب، ده بخمسه وست وسبعه وثمانيه. اكتبوا لحظه واحده يا وليد بقى مع حضرتك. انا عايز الساده المشاهدين اللي قاطعين تذاكر وهيسافروا بيها انزلوا قولها تاني واكتبوا الابواب بتاعتهم عشان يعرفوا مسارهم. الجمهور الاهلي اللي بيحمل تذكره الموحده اللي هي قيمتها 25 جنيه حضرتك، هو معاه اربع، تم طرح اربع هو فئه واحده بس اربع الوان مختلفه، ده بخمس وست وسبعه وثمانيه، القادم من القاهره بعد دخول البوابات هيطلع طريق، هيطلع كوبري برج العرب، ده واخد لون معين، هي الالوان معروفه حضرتك معاه، كل واحد هيقرا الباب بتاعه، يعني الباب مكتوب على التذكره كل حاجه. جميل جدا جميل جدا. هينزل حضرتك شمال من على الكوبري في باركنج 1008 بيسعى ل 5000 عربيه، تم تمهيده بالكامل تسهيلا على جمهور النادي الاهلي. حضرتك هيدخل من باب خمسه وسته وسبعه وثمانيه، ثلاث درجه الموحده. طيب الدرجه الاولى والدرجه المقصوره الاماميه والدرجه الفي اي بي، حضرتك ده هياخد الطريق الساحلي، يعني مش هيطلع من اول الكوبري، هيكمل الطريق الثاني الطريق الدولي الساحلي، هياخده شمال على صنيط برج العرب، شمال على باب واحد وثلاثه وعشره. يعني هيروح من عند سيدي كرير. الله ينور على حضرتك. ليه؟ عشان ما يبقاش في تكاتف، يطلع الساحلي ويخش مسيدي كرير ويرجع كانه راجع القاهره. شمال كده ياخد شمال على طول على الاثنين. ما هو الاثنين هيخشوا شمال، بس واحد من قبل الطريق الساحلي والثاني من الطريق الساحلي. بالظبط ماشي. الدرجه الاولى الصوره الثانيه باب اثنين هيبقى مخصص للساده الصحفيين والاعلاميين والمصورين والقنوات التلفزيونيه، وخلي بال حضرتك كابتن عدلي من خلال اداره اعلام النادي الاهلي تم توزيع الايضات الخاصه بالساده الصحفيين اللي بتحمل اللون الاخضر يبقى ارض الملعب، لان لا لا اتحرك اتحرك يا وليد اتحرك اثبت كده ولا كده كويس كده خليك مكانك كابتن ابراهيم. بالنسبه للساده الصحفيين الساده الاعلاميين الساده الصحفيين حصلوا اول ما جبت سيره الصحفيين الصوت باظ على طول. لا لا اخواتنا وحبايبنا يعني وهم شركاء حد تمام. حضرتك هم بيحملوا بياخدوا بياخدوا الاي بي الاصفر استلموه النهارده من اداره الاعلام من خلال استاذ جمال جبر. حضرتك دول هيخشوا من باب اثنين، المصور الصحفي هيبقى لونه اخضر بلون الملعب وهيخش برضه من باب اثنين تمام. وده حضرتك تم تخصيص حافله لهم من خلال اداره الاعلام تحرك جماعي تمام. كل التصاريح الخاصه بالسيارات هتبقى من باب 10. اما الفي اي بي هيبقى داخل من باب واحد. كل الساده الفرقتين والحكام هيبقى من باب 4. وطبعا والجاليه الاسبانيه اللي هي الجاليه الاسبانيه تم تخصيص مدرجين قليلين بالكامل، هو بتاع ل 6000 تخصيصه بالكامل لهم وهيخشوا من باب اثنين برضه. هم اشتروا التذاكر دول ولا هياخدوها كده؟ لا هي لا بص يا كابتن، كل التذاكر بقيمه، دي تعليمات مجلس اداره حتى بتاعه الجاليه، حتى الجاليه. ليه يا كابتن؟ علشان يعظم دور العوائد الماليه. لا ما احنا فاهمين الغرض، انا بس بقول معلومات. حتى الجاليه، حتى الجاليه تخصص نفس القيمه بتاع النادي الاهلي. خصصت لهم 6000 تذكره؟ لا خصصنا لهم 500 تذكره. 500 تذكره والسفاره هي اللي هتتواصل بحاله ان هي هتطلب هتاخد التذاكر الموجود برضو، علشان ما بنشتغلش لاخر لحظه، لازم يبقى عندنا كل الظروف. وهيعرفوا مسارهم ازاي ويتحركوا ازاي. كل حاجه كلام جميل جدا. المسؤول الامني منسق معانا في نقطه مهمه يا كابتن عدلي برضو، عشان عدد الجمهور الهلال الاحمر
تم التواصل معه برضه من خلال كابتن من خلال النادي الاهلي، وهيتواجد ثلاث فرق، فرقتين في الدرجه الموحده وفرقه في الدرجه الاولى، فرقه اسعافات اوليه علشان لو حصل اي حاجه للجمهور. الشركه رائعه، عامله حاجات كويسه جدا جدا، هدايا هتتوزع على الجمهور داخل الاستاد. هو كرنفال، هو حدث كبير، رساله واحده اسمها رساله السلام ضد الارهاب، وده الغرض كله من المباراه. شاكرين. في اي معلومات ثانيه تحب تضيفها؟ انا بقى اي سؤال تحت امر حضرتك لو في اي حاجه. كل اللي طلبنا بس الالتزام بالخريطه المروريه يوم المباراه، لان هو ده اهم حاجه للأمن. تسهلوا نفسكم للامن. الحاجه الاسهل يا كابتن عدلي ارجوك، يعني كل ما قللنا من حمل الحقائب كان احسن. ايوه، قول التعليمات الامن بقى يرتاح ازاي. هو مش عاوز حقائب علشان ما يقعدش يفتش ويضايق الناس، هو مش عاوز حديد، هو مش عاوز الباور بانك يا كابتن عادل اللي بيعمل مشاكل مع الناس كلها. جسم صلب. تمام، كل الناس بس تلتزم تروح على الباب. وازايز المايه، ازايز المايه في هيئه الاستاد تم التنسيق معاها، هيفتح منافذ جوه ميه وعصائر وهيوفر بس ما يبالغوش بقى بالاسعار يعني. لا 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 لا، اسعار احنا اندر كنترول في كل الامور، كل الغرض ان احنا نسهل على جمهور النادي الاهلي في كل حاجه. وفي اجتماع تاني، يعني خلصنا الاجتماع الامن النهارده مع وزاره الداخليه، بكره في اجتماع تاني مع هيئه استاد برج العرب علشان نوصل في الاخر يا كابتن عدلي يا كابتن ابراهيم ان احنا رايحين. دي خطوات النادي الاهلي في كل الامور التنظيميه ان احنا نطلع للمباراه. عندك فكره حد هيغني ولا يعمل حاجه ولا ده البرنامج دوت اللي بيجهزه شركه طلع الشركه الراعيه، الشركه المحترمه، اعتقد ان هم بيجهزوا اوبريت خاص بالسلام هيبقى موجود في المباراه. شكرا جزيلا للاستاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات في النادي. مهم نعرف ووضح للساده المشاهدين والجمهور بالتحديد خريطه الدخول ونظام الحصول على التذاكر، لكن يبقى الكلام عن الجانب الاسباني مهم جدا. ماذا يعني استخدام الاهلي لفريق بحجم اتلتيكو مدريد؟ رد الفعل ده موجود في اسبانيا عامل ازاي؟ خاصه انه يعود بينا لذاكره 2001 لما الاهلي استضاف ريال مدريد في مباراه القرن. كانت مباراة مدوية جدا، وقتها كان القائم على تنظيم هذه المباراة ولعب دور كبير جدا فيها المستشار السياحي لمصر في اسبانيا الاستاذ حمد زكي. ده في 2001، والان حمد زكي معاك على الهاتف من مدريد يا باشمهندس. حمدي بيه، ازيك؟ استاذ حمدي. استاذ حمدي. ايوه معاك، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ حمدي، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. تحياتنا لحضرتك والمهندس عدلي. كل سنة وانت طيب. يعني هل في رصد للمباراة بتاعت اتلتيكو مدريد ليها صدى ولا مش متغطية بالكامل، وكيف يستفاد منها؟ عايزين تحسسنا كده بالشكل هناك عبارة عن ايه. الحقيقة ما فيش صدى كبير ولم تغطى اعلاميا بما فيه الكفاية. وإن كان في بعض أخبار يعني في الويب بتاعت الصفحة بتاعت الأتليتيك بتتكلم على الماتش وعلى النادي الأهلي باعتباره إن هو خد 39 بطولة دوري، 36 كاس، و8 بطولات أفريقيا، ومن أكبر الأندية اللي حصلت على الجوائز والبطولات. طيب انا لكن مفيش تغطيه اعلاميه. لا، ما هو الاسبان استثمروا سياحيا ولا اعلاميا بما فيه الكفايه يعني. طب وانت بتاع السياحه، ما احنا قدامنا يومين عايزينك تعمل شغل في الحته دي مع السفاره، لان هم مهتمين. هقول لك حاجه يا استاذ حمدي، فعلا بيان صحفي ووزعته وعلى وسائل الاعلام وبننزل اخبار بقدر المستطاع، علما بان مفيش مكتب سياحي وانا مستشار سياحي سابق. يعني بعمل ده تطوعا، ما احنا ميزانيه ولا عندي امكانيات، ولكن بعمل اللي ربنا بيقدرني عليه. اصل بص، هما الجانب بتاع اتلتيكو مدريد كان حريص انه يوجه رساله باللغه العربيه على لسان لعيبته، دعما للسلام و ضد الارهاب، بيدعموا مسيره مصر للسلام، واتكلموا كلام ان مصر هي دوله الراعيه الاولى لمكافحه الارهاب في العالم. اتكلموا كلام طيب يعني. ف تمام، يا ريت نقدر نكسب ان شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي
إذا كان هناك أي نوع من التقصير يعني هقول إيه بس يعني كان مفروض أن السفارة تتلقف هذه الدعوة. حضرتك دي مجهودات فردية لأننا مش هيئة الاستعلامات المصرية ولا نهاية تنشيط السياحة. أنا عارف عارف يا أستاذ حمدي لو أنا موجود دي مجهودات فردية. وبرضو بنشكر مجهودات اللي نظموا الماتش زي كده لأن المناسبات دي كويسة و... أنا عارف أن أنت للإعلام والسياحة. أستاذ حمدي أنا عارف أن أنت بتبذل جهد فردي. تطوعي وفردي وكل حاجة لكن بسبب خبرتك ما عندكش علاقات حتى في السفارة تقول لهم يا جماعة ده عايزين يعني الحدث ده يتحط في دائرة الضوء اليومين الجايين يعني ممكن بتليفون حتى لأن طبعا مش عايزين نسيبها للناديين بيتولوا الأمر. هنا الناس هنا مهتمة على المستوى الرسمي سمحوا 60,000 واحد في تغطية إعلامية جيدة جدا هنا كنا نأمل أنها تجد نفس الصدى في أسبانيا لكن طالما ان احنا ما نعرفش حد غيرك يبقى هنتقل عليك بقى هنعمل ايه؟ لا ده واجب عليا وانا بعمل اللي بقدر عليه ولكني بعترف بانها موجودات فرديه. اي ما هي كان فيها مكتب اعلامي وقفل وكان فيها مكتب سياحي وقفل عشان نكون واقعيين. فانا بعمل اللي اقدر عليه وان شاء الله في اليومين اللي جايين بتصدر مقالات واخبار وتبعت وان شاء الله يتم استغلال المناسبه. ايوه البركه فيك انت بقى قدر الامكان انت بقى هيئه الاستعلامات بتاعتنا هناك ومؤكد ان وصول والله انا قايم بالدور ده على قد ما اقدر مؤكد ان وصول بعثه اتلتيكو هنا وصورهم في القاهره وصورهم هتبتدي تتغطى هتبدا اكيد يكون لها ظهور اكيد ولو انت رصد يعني انا اذكر لما ريال مدريد زار مصر سنه 2001 4 اغسطس ان كان في ضجه جامده ده انت عملت شغل وكان يعني الاول انا نزلت مصر ونسقت وعملنا اجتماع مع كابتن الخطيب وكابتن عادل القيائي وكابتن ابراهيم المعلم ونسقنا قبل الماتش وانا كنت جاهز لحاجه زي كده مستعد انزل بكره وشرحت لريال مدريد الهرم في 4 اغسطس فقالوا ان ده سبب من اسباب هزيمتهم عشان طلعوا الهرم قبل يعني هم طلعوا الهرم تسلقوه هو طلعوا بعربيه ونزلوا كنت مشرف عليها كتب انا كنت مرافق دي ستيفانو كتبت عناوين الاهلي حديد غلب ريال مدريد كسحناهم وبعدين غلبناهم الاهلي بعياله غلب ريال مدريد بحاله وحاجات كده عناوين كانت ظريفة وهنا برضو اتعمل ضجة جامدة ونزلت إعلان على غلاف المجلات والصحف والتلفزيونات والراديو كان المنشط بتاعنا أو الإعلان بيقول عايز تجيب جونين بشوطة واحدة تزور مصر وتحضر مباراة القرن جميلة هي كانت مباراة القرن لأن كانت على كاس قدمت كاس كانت وديه بمناسبه مئويه الاهلي وكان بعديها مئويه الريال مدريد وكل منهما كان النادي القرن في قارته لا وعندنا كاس احتفظنا به قدمته الشركه لكن انا هقول لك موضوع طريف بقى بما انك قلت الهرم انا كنت المرافق بتاع دي ستيفانو فاخدت دي ستيفانو في العربيه انا وهو رحنا الهرم واحنا واقفين عند ابو الهول وهم ركبوا عربيه وعلى فكره ما طلعوش ده نزلوا من العربيه وقفوا اتصوروا قدام الهرم ومشوا يعني يعني مش طلعناهم طلعوا وانا عندي الصور بتاعتهم طلعوا خطوه يعني مش طلعوا تسلقوا انا سالت دي ستيفانو وبوتراجينيو اللي احنا بنقول عليه البويتري او الصقر سالت دي ستيفانو الله يرحمه وبوتراجينيو هتطلعوا غرفه الدفن فقالوا ليه قلت لهم عشان ما تجيلكوش يعني شد عضلي وتقولوا ان الهرم السبب لا ولعنه الفراعنه لا احنا بدل ما نغلبكم 12 كفايه نغلبكم 6 انا هكلمك بقى على حكايه نغلبكم دي فانا واقف مع دي ستيفانو ففي ناس يجي 10 12 سائح كده ماشيين مع مرشد سياحي شافوا دي ستيفانو عرفوه فلقيتهم بيهللوا وبيعملوا له كده علامه الايه؟ علامه النصر فانا بقول له يعني بيحتفوا بيك وشاوروا لك بالنصر قال لي دول جمهور برشلونه بيقولوا لي هتتغلبوا
صحيح. هو دي ستيفانو قال لي ساعتها ان هو كان جاي ولعب في مصر سنة 61. ايوه. بعد 40 سنة رجع في 2001. فين غلبونا يعني. قال لي انا لاحظت ان بعد 40 سنة جمهور مصر بيعتز بينا وبيعتز بالناس اللي هم المعتزلين يعني. طبعا لا كان من ضمن الحاجات اللي احنا مفروض يعني نستفيد بيها في يوليو اللي فات وبيحصل في يوليو من كل سنة. الريال مدريد متعود ان هو يعمل ماتش للمعتزلين اللي هم الكبار بقى. أيوة أيوة. فوق الثلاثين فوق الاربعين فوق الخمسين. ولدرجة ان واحد من اللعيبة اسمه باكو بويو ده مقرب من الستين. بوتراجينيو قرب من الستين ولعب. وزين الدين زيدان لعب. اللي هي بقى المعتزلين من الريال مدريد والبايرن ميونخ وكل سنة بيعملوها لهدف خيري. فتلاحظ ان زين الدين زيدان 2017 بوتراجينيو وفيجو وروبرتو كارلوس ورونالدو البرازيلي لما لعبوا كأنهم سابوا الملاعب امبارح بس مش من 10 او 20 سنة. نفس اللياقة الذهنية وكل حاجة. وبعدين مدريد بقى كأنها في عرس يعني. تلاقي البلد كلها عاملة زينات وحوالي أكتر من 85 ألف حضروا الماتش. والريع بتاع المباراة بيروح للأعمال الخيرية بيجي سياح من بلاد تانية عشان يحضروا الماتش زي الكلاسيك ريال مدريد والبارسا. بشوف ناس بتيجي من السعودية ومن الخليج ومن فرنسا. طيب عقبال ما نعمل احنا حاجات زي كده برضو مع فرق أجنبية يبقى تقليد جميل ورائع. واحنا مش عارفين نشكرك ازاي وعشمنا فيك كبير. بإذن الله نلاقي أسبانيا كلها بتتكلم على الماتش ده بإذن الله. الحقيقة لما نزلت وقابلت كابتن الخطيب وكابتن عادل القيعي وحضرتك الكل ساعدنا على تنشيط السياحة وكابتن إبراهيم المعلم فكان في تسهيلات. ده انت عملت معرض بعديها ودعيت لعيبه معرض لمصر ودعيت لعيبه ريال مدريد جم افتتحوا لك المعرض انا فاكر. فده معرض سياحي دولي كان الدكتور ممدوح البلتاجي الله يرحمه حضر الفيتور بعد الماتش بسبعة اشهر. شفت بقى استثمار معرض سياحي دولي في مدريد. فقلنا ايه بمناسبه ان هو جاي جبت ورقه بردي كبيره مترين في متر وكتبنا عليها اسماء اللعيبه بتوع ريال مدريد بالهيروغليفي واديناها لهم هديه اتحطت في سلمها لهم دكتور ممدوح البلتاجي في المعرض. فطبعا لما هم جم المعرض المعرض ده في 180 دوله مشاركه بس مصر كانت بطله المعرض ده عشان ريال مدريد اللعيبه بتوعه زارونا في الجناح المصري. ماشي يا سيدي دعوه للسفاره ووزاره الخارجيه كده. نرجو من وزاره الخارجيه انها تعمل اي مجهود لان ده حدث بيمكن استثماره لفترات طويله بعديها. متشكرين جدا جدا جدا. شكرا جزيلا للاستاذ حمدي زكي الخبير السياحي والمستشار السياحي السابق لمصر في اسبانيا. وانا اعتقد كانت مساله مهمه عشان نشوف ازاي نقدر نفعل المردود العام لهذا الحدث الكبير لصالح السلام. والله نداء لوزارة الخارجية مع سفارتنا هناك تعمل أي مجهود إعلامي في اليومين الجايين دول الناس تتكلم على هذا الحدث في مستوى الهدف النبيل بتاعه يعني. صحيح. زين الدين زيدان كان ضمن الصفوف. عايز أقول لك حاجة أصل أنا رجعت في الطيارة الخاصة دي يعني كابتن صالح قال لي تجيلي لندن رحنا قابلنا رئيس مانشستر يونايتد السير مش عارف ايه المرشيش الشرفي وبعدين طلعت قابلت الطياره الخاصه في مدريد ورجعت مع الفريق. فزين الدين زيدان ما كانش كان مضى ولسه ما لعبش في اي حته. اول مباراه لزين الدين زيدان وديه او رسميه كانت في مصر هي. واول مباراه لوائل الجمعه مع الاهلي كانت دي كانت هي دي. واول مباراه لمانويل جوزيه مع الاهلي كانت هي كان دي. فكل دي كانت حاجات جميله. كان يوم جميل جدا جدا. صحيح. جدا صحيح. ده 4 اغسطس 2001. طيب احنا بنتكلم بقى على مستوى الفريق وعلى الوضعيه الحاليه. الموقع الرسمي للنادي بيبرز تاكيد لجنه الكره على ثقتها الكامله في الكابتن حسام البدري والجهاز الفني
وان هي بتؤكد توفيرها كل الدعم للفريق. اظن ده بيرد على كل الكلام اللي اتقال الفتره اللي فاتت. وبتقول او بيقول الموقع الرسمي للنادي: ناقشت لجنه الكره بالاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في اجتماعها مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق وفي حضور الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق عضوي لجنه الكره الاوضاع الكامله من اجل اعاده الامور الى نصابها الطبيعي واستعاده الانتصارات والعروض القويه. وناقشت اللجنه ايضا مع البدري التصورات المبدئيه الخاصه باللاعبين الجدد، وطلبت من المدير الفني ومن مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي حضر الجلسه ايضا تحديد موقفهما من العروض الداخليه والخارجيه التي تلقاها اللاعبون في الفتره الاخيره على ان يتم حسم هذا الامر عقب مباراه اتلتيكو مدريد للحفاظ على استقرار الفريق ومسيرته، خاصه ان لجنه الكره وضعت في حساباتها ضروره دعم الفريق بكافه احتياجاته وتلبية كل متطلبات الجهاز الفني للفوز بدوري أبطال أفريقيا والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية من خلال تحقيق البطولات المحلية أيضا. يا باشمهندس، الكلام ده أهميته لأن في تليفونات جت وقالت لك أصله مش خايف على نفسه وأصله مش مستقر. لا، ده أول قرار بيتاخد مع مجلس جديد. وأعتقد أن يعني قرار يعني صادفه الصواب تماما، لان استقرار الفريق، انا هقول لك حاجه، لما كان هولمان ماسك الفريق كان متاخر على الزمالك في الدور الاول بعد اول مباراه في الدور الثاني ب 13 بونت، وكان المباراه ببونتين. كابتن صالح عمل القرار عشان اللعيبه تفهم ان مفيش تغيير في الجهاز، وراح مديله قرار يعني بدعمه واستمراره لمدة موسم كمان. كانت النتيجة الحمد لله ربنا وفقه واستطاع ان يفوز بالدوري مرتاح في نهاية الموسم. طيب ايه اللي حصل؟ يعني هل حسام البدري المسألة اهتزت ولا ايه الأسباب؟ نشوف من ضمن الآراء الفنية رأي أحمد حسام ميدو يتحدث في الراديو عن ظروف ما يمر به الأهلي. شايف ان يعني في ضجه كبيره جدا حوالين الاهلي بدون داعي. اي فرقه معرضه ان مستواها ان هو ممكن يكون في تذبذب، خاصه لما يكون فريق بطل زي فريق الاهلي. ولكن بكل صراحه شايف في تحامل كبير جدا على حسام البدري. يعني ماشي، الاهلي ما بيمرش بافضل فتره ليه، ده اي فريق معرض ليه. انا شايف ان امبارح يعني الناس مش قايله الماتش لحسام البدري، بالعكس انا شايف ان حسام البدري واحد من افضل المدربين الموجودين، مدرب هايل، مدرب منظم، مدرب اعاد تنظيم فريق الاهلي بشكل كبير جدا، قدر يوصل بالفريق لنهائي بطوله افريقيا. تذبذب المستوى ده انا في رايي جاي لما مدرب بيبقى شغال ويجي رئيس نادي تاني مختلف عن رئيس النادي اللي جابه ممكن يحصل هزه. بس في الاهلي يعني سيستم الاهلي ما فيهوش لا تدخل ولا رئيس بيروح ولا مدير بيجي. ما لهاش علاقه برئيس بيروح ولا حد بيجي، ولكن في بعض الاوقات تغيير مجالس الاداره سيف ممكن يحط بعض الضغوط على المدرب، خاصه لو جه مجلس اداره جديد مش هو اللي جه بالمدرب، وده طبيعي. لكن خلينا نقول ان الاهلي ما تقدرش تقول ان هو بيمر بازمه. يعني في فرق ان فريق بيمر بازمه، بيمر بازمه كبيره، وفي فرق ان فريق حصل له دروب في المستوى وبالتالي بعض نزيف بعض النقاط. ولكن انا شايف ان المنافسه هتكون قويه السنه دي، وبقول يعني للناس اللي ولاد النادي الاهلي في ناس موقفهم ايجابي بشكل كبير جدا في الوقوف ورا كابتن حسام البدري، وفي ناس انتقاداتهم ممكن تكون لاذعه بعض الشيء. بقول لهم لازم يحصل في تكاتف حوالين المدير الفني، لان حسام البدري مدرب من المدربين المحترمين، مدرب عنده فكر عالي جدا، وانا في رايي ان هتبقى غلطه كبيره جدا لو رحل حسام البدري عن النادي الاهلي. يعني هي رؤيه مدرب بحجم ميدو وانصف كابتن حسام، وبرضه قال ما تضخموش في فكره تردي بعض النتائج في الفتره الاخيره اللي هي يعني اسبابها واضحه. لا مش بس اسباب، ما هو المتفرج الجميل اللي قال لك اصل احنا مش متعودين الاهلي غير كسبان، هو ده طبيعي وهو ده ازمه الاهلي.
انك انت ممكن يجي لك الاخفاق في 15 يوم فتبص لك ماتشين ثلاثة. الدوري المضغوط ده ما بيتحملش كبوة. لان الكبوة بتضيع لك ماتشين ثلاثة. بتلعب فيها في وقت قليل ماتشين ثلاثة. لكن باذن الله الاهلي يسترد عافيته، عنده لعيبه تخرجوا من هذا السوء التوفيق اللي ماشي فيه الفتره اللي فاتت، ومع استرداد الاهلي عناصره وقوته باذن الله مع يعني نهايه شهر ديسمبر اعتقد بعد اسبوع اتوقع الاهلي شكله هيختلف ان شاء الله. تعرفين مباريات الاسبوع ال 16 اللي هيقام فيها او ضمنها بكره لقاء الاهلي وبتروجيت ان شاء الله الجمعه، انبي تعادل مع النصر 1-1 والاسماعيلي فاز على الرجاء 5-0 بعد المباراه رحل المدرب الفرنسي ديسابر، وكان الرجاء ايضا غير عماد النحاس وجاب احمد العجوز. المصري النهارده فاز على طنطا 6-3 ده لعله اكبر لقاء ماتش غريب جدا، مباريات 9 اهداف في مباراه واحده، ماتش غريب جدا. بكره الجمعه ان شاء الله الاتحاد هيلعب مع المقصه والاهلي هيلعب مع بتروجيت، ويوم السبت الداخليه مع سموحه والاسيوطي مع الزمالك في اسيوط، والمقاولين مع طلائع الجيش والانتاج الحربي مع وادي دجله. الاهلي بمناسبه مباراه بتروجيت بكره الجمعه ان شاء الله لعب مع بتروجيت قبل كده 17 مره، الاهلي فاز في 13 وتعادلوا في 4، يعني بتروجيت ما سبقش له تحقيق اي فوز على النادي الاهلي. عماد متعب هو هداف الاهلي في شباك بتروجيت سجل فيهم 5 اهداف، وشيمس بيكلي هو هداف بتروجيت في الاهلي عنده 2 اهداف. قبل مباراه الغد ان شاء الله الجمعه الاهلي الجوله الماضيه تعادل مع دجله وبتروجيت خسر من الاسيوطي 2-1. الاهلي في المركز الثاني حاليا عنده 30 نقطة من 13 مباراة، بتروجيت عنده 17 مباراة من 15، عنده 17 نقطة من 15 مباراة، وبيقوده الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للاهلي. ولاحظوا انه جهاز الاهلي زي ما يكون عباءة بيخرج منها المدربون. في 2001 مباراة ريال مدريد اللي انتوا شفتوها كان المدير الفني مانويل جوزيه، المدرب العام المساعد المباشر ليه كان كابتن مختار مختار، المدرب الثالث كان الكابتن حسام البدري. العمليه سارت بقى كابتن مختار مختار مدير فني ودلوقتي بيقود الانتاج الحربي. حسام البدري بقى مدير فني وكان معاه مساعد محمد يوسف. كابتن حسام خرج من تحت عباءته محمد يوسف، هيواجه الاهلي بكره مديرا فنيا لبتروجيت. خرج من عباءة محمد يوسف كان مساعد معاه علي ماهر واحمد ايوب، احمد ايوب قعد مساعد او مدرب عام مع كابتن حسام البدري، علي ماهر خرج من نفس العباءة وكابتن اسامه عرابي بقى مدير فني برضه بقى مدير فني كان مع حسام، اسامه عرابي كان مساعد لكابتن حسام البدري خرج، وهي دي الشجره اللي عمال تطرح هذا الطرح الطيب اللي بيعم على كل الانديه. شايفين عماد النحاس وتجربته كانت عامله ازاي، وانا استغربت الحقيقه الاستغناء عنه من الرجاء في الفتره اللي كان ماشي فيها بشكل كويس. غلطه الحقيقه غريبه يعني. الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي بياكد للموقع الرسمي جاهزيه رامي ربيعه للمشاركه في المباريات، وموجود رامي في قائمه مباراه بتروجيت. اجاي هيغيب عن مباراه الغد لتواجده في نيجيريا لظروف اسريه، سافر على اثرها الى بلاده لانهاء بعض اموره الشخصيه المتعلقه بعائلته. المباراة الماضية يمكن جزء من الرأي العام اللي بيتشكل عند الجمهور وتحديدا جمهور السوشيال ميديا، واللي سجلنا قبل كده ملاحظات كتيرة على انه المسألة الناس لازم تهدى شوية ولازم تبص للموسم بالكامل. حسام البدري يا جماعة عمل مع الأهلي كل هذه الانتصارات الماضية وكل هذه المباريات النظيفة بدون هزيمة، فبالتالي لما الفريق يتعرض لكبوة امال انتوا ليه بتقولوا على الحلوه والمره معاه؟ اشمعنا مع اول واحده مره بتبيعوا المساله؟ برضه استاذ ابراهيم الحقيقه احنا يعني حاصرين الامر في بعض التعليقات في السوشيال ميديا، مش كل جمهور يعني خلي بالك في ناس كتيره واعيه ان السوشيال ميديا فيها ناس حبت تكتب في الكوره، حبت فكره انها تقول رايها، حبت فهي بتقول رايها مش متخيله ان الراي ده ممكن يؤثر بطريقه سلبيه على الفريق. يعني احنا اما بنقعد في مجالسنا الخاصه بيبقى كل الناس بتقول رايها كله بيحكي، لكن ساعه ما تيجي تتكلم بشكل
في العلن عن الفريق بتدعمه. وده رجائي لشبابنا الحلو والواعي اللي هو لما يجي ينتقد ما يبقاش متصور ان ده يعني احنا بننتقد من اجل الاصلاح. لا، انت كده بتدي سلاح لغيرك انه يتقول عليك ويضعفك. ايوه، انت لازم تبقى لما تقول هذا الكلام النقد. انا لما اكون في اسره ما اقعدش اقول للناس ده اخويا بيزعق لابويا ومش عارف يعني. لازم ان انا قدام الناس اللي بتحترمني ابقى صلب جدا. انا عايز اقول لك على يعني موقف زي كده. كان الاهلي في مرحله من المراحل نتائجه سلبيه، وحد من زملائنا في المجله كان الكابتن نعمان الله يرحمه عايش كاتب حاجه بقسوه شويه، فالكابتن نعمان قال لي لا ما ينفعش. فقلت له يا كابتن ما هو الناس متضايقه. قال لي طيب ماشي، ما هو اللعيبه دول ولادنا، اذا ما كناش احنا هنطبطب عليهم في الظرف ده مين اللي هيطبطب عليهم؟ يعني ما كفايه الناس عمال تلطش فيهم، ففي النهايه لابد من لحظه حنيه او حد ياخد بايده، لانه في النهايه مؤكد مفيش لعيب يتعمد ان هو استاذ ابراهيم. الناس متضايقه يأثر. الناس متضايقه، لكن كجمهور ما عندهمش المسؤوليه. انت احيانا يعني انت لما تيجي تتضايق منك انت هتعمل عمليه جراحيه، الناس اللي حواليك متضايقه، لكن العمليه ضروري. القرار المسؤول مختلف عن قرار الانسان المحب. صحيح. طب ما نشوف بقى القرار الانسان المحب ولا قرار الخبير المحلل. نشوف الكابتن فتحي مبروك يتحدث في النيل للرياضه بعد مباراه الاهلي ووادي دجله، نشوف كان شايف الظروف ازاي. خساره بنطين بالنسبه للنادي الاهلي في هذا التوقيت هل تمثل شيء؟ هل تمثل هزه؟ هل تمثل صعوبه؟ هل مشوار لسه طويل؟ هل نقعد نتكلم كتير؟ انا اشوف انا دائما مع فرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي يا ماركو فرقه بتقدر تقوم بسرعه، مفيش مشاكل، لان انت عندك كم، عندك اولا جهاز استقرار، عندك كم كبير. النهارده انت في كم لعيب بره النهارده؟ انت عارف في كم لعيب بره النهارده؟ 17 لعيب. 17 لعيب يعني يعملوا فرقه باحتياطيها اهو. فمفيش اي مشاكل في النادي الاهلي، مفيش اي مشاكل في النادي الاهلي. اي فرقه في العالم بيحصل لها هزه طبيعي، يعني اي فرقه في العالم بيحصل لها هزه. ومش هزه والتعادل مش هزه كابتن، في ريال مدريد واخد بيخسروا وبيتعادلوا عادي، واخد بطوله الانديه، بطوله انديه العالم بيحصل له هزه، بيتغلب 3-0. تشيلسي امبارح ما هو خسران يعني اي فرقه في العالم لازم الرسم البياني الفني لازم هتلاقيه لازم هينزل شويه. بس النادي الاهلي عنده مقومات انه يقف بسرعه ويشتغل ويبقى دوري سخن. طبعا لسه بدري، لسه دوري سخن لسه. طيب هو بيلتمس العذر، وكابتن فتحي مبروك كمدرب مش شايف ان في ازمه، مش عايزين نكبر الامور، وبيقول ان الازمه سببها ان في 17 لاعب يغيبون عن الاهلي بيهزوا القوام الرئيسي للفريق. ولكن كيف يرى الكابتن فتحي مبروك والكابتن علاء ميهوب ايضا في النيل الرياضه، لان لهم وجهه نظر في حراسه المرمى. في برضه الكوره كانت صعبه قوي، اللي الكوره بتاعت دجله اللي عملت بند بتاعت في الدقيقه 39. الكوره صعبه قوي، البعض يقول لك ايه ده، هو ازاي صدها كده بالشكل ده؟ لا الكره يعني ما هياش في الدقيقه 39. بص يا مارك، اللي عملت بند عايز اشوفها في الارض دي، عملت باب باوند. صعب قوي، فصعب جدا جدا. كويس ان محمد الشناوي يعني الكره ما عملت باب باوند كان قريب منها، ان هو البند خلي بالك كابتن مش بند تقليدي. في بند طبيعي لو معروف هتتشاطط تتعمل بند هتعمل كده، كان دي عملت بند كده. ما انا بقول لك دي قريبه جدا، غريبه يعني، قريبه قريبه. هو احنا قرينا على ملعب بتروسبورت وقلنا ان هو كويس، لا يا جدع الخط بتاع ال 6 يارد فطبيعي الهتفاعل قوي شويه، لكن هو يعني كويس انه قريب منها. حسب للشناوي التعامل معاه بسرعه، التعامل معاه بسرعه هايله. هو واضح ان الشناوي عنده رد فعل بص مش طبيعي. ان اكتر مباراه لو ظهر كده معايا على فكره، بس هي عامل باب باوند عنده نقطه الجزاء بالظبط كده، فاهم النقطه دي. الشناوي لو جبت له كده اكتر في كام رده فعل كده في كام مباراه حاجات بيجيبها كده، عنده رد فعل عاليه جدا 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 وتحسب له حاجه. ماتش الاسماعيلي، ده كره هدف. بص بقولك هو الشناوي مميزاته رد الفعل ما شاء الله مش طبيعي، ده الرياكشن بتاعه كويس. لا 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 حاجه ممتعه. وهنا كمان الانتاج ده، اتفرج على دي كمان.
يعني انت فاهم؟ فهو طبعا مرسيه زازه جدا. فواضح ان لا رد فعل عند الشناوي حاجه عاليه جدا طبعا. كابتن فتحي مبروك لمس نقطه مهمه جدا الناس من كتر الزحمه بتنساها. الاهلي غايب عنه 17 لاعب. لو تعدوا كده 17 لاعب. فمتخيلين فريق يغيب عنه 17 لاعب ولسه الناس بتطالبه انه يلعب ويكسب ويمتع كمان. نشوف راي الشيخ طه اسماعيل في سبب غياب الابداع عن اداء الاهلي. الابداع بيجي يكون عندك لعيب كوره بيلعب تحت المهاجمين ويقدر يعمل الكوره العميقه. العميقه دي لانه دي اسهل كوره للوصول للمرمى. في بعد عبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعه. مفيش. طب هجيب احسن من دول منين؟ عبد الله يقدر يعمل دي، لكن هو عبد الله اساسا يعني طريقه اللعب دي عايز يلعب كوره في رجله باستمرار، يعني باين في الشكل، يلمسها وخدها، يلمسها وخدها، يلمسها وخدها، مش هتوصل. انما هي في لحظه من اللحظات جات لي وفي فتحه موجوده اعمل ثرو باس. دي كمان مش موجوده، انا دي اساس يعني حتى هم غياب يعني غياب قدره يا كابتن طه ولا غياب فكر ولا غياب لياقه ولا غياب ايه برضه؟ داخل كل حاجه. احسن لعيبه يعني بنتكلم عبد الله منتخب مصر، حسام عاشور منتخب مصر، وصالح جمعه منتخب مصر. انا بتكلم ليه؟ مع الزحام اللي موجود، انا مش بتكلم ممكن لو الملعب مفتوح. الزحام ده مفترض الملعب لو مفتوح هعمل، اي واحد يعمل مش مشكله بالظبط. انما احنا بنتكلم على الابداع لازم يتم في الملعب المقفول. الملعب مقفول يعني ايه؟ هدي لك مثلا امثله. عبد الله في ماتش من الماتشات راح شايلها ضارب الناس كلها بيشيلها من فوق الدفاع، صح؟ ده واحده من الابداع وجاب جول. ده مش موجوده لانه الكومبينيشن بينه وبين المهاجم اللي يجري دي ويبقى متوقع ديت ما هوش موجود. يعني هدي لك مثلا عشان انا بتكلم عليه، ابو تريكه لعيب عظيم جدا في النادي الاهلي، كان وصل لانه واخد ثقه المدرب، ثقه اللاعبين ان هو يعمل ريسك ما فيش مشكله، ثقه الجماهير، ولذلك كان يعمل حاجات فيها ابداع كتير. دي لقطات لعمل الشيخ طبعا يا كابتن. عشان كده خلاصه المساله يا جماعه، الاهلي في منحنى، ومنحنى اسبابه معروفه، تواصل مواسم من اول ما بدات المشاركه في البطوله العربيه قبل بدايه الدوري، وكانت المساله اللعيبه المجهده جدا كانوا محتاجين راحه، المنافسه العربيه وظروف المشاركه فيها دفعت الجهاز الفني انه يوافق بعد ما كان متحفظ. دخلنا الموسم بشكل مضغوط، كملنا في دوري ابطال افريقيا، العدد الكبير بيروح للمنتخبات، اتلضمت المواسم مع بعضيها، وده يمكن استاذ ابراهيم لسنتين ثلاثه ورا بعض. ما هو اذا ما كناش مؤمنين بالعلم والتحليل تبقى حاجه غريبه. هي الكلام اللي ما كان بيتقال دي مش رفاهيه. اما الكلام اللي كان بيتقال لو لعبنا البطوله العربيه هيكون لها تداعيات سلبيه على مسيره الفريق، ما كانش طرف في الحديث. وكان الجهاز الفني يتمنى الا يشارك. فلما يحصل نشارك حتى لما شاركناش بكامل القوة، لكن مؤكد ان في لعيبة كانت هتاخد راحة سلبية فما خدتهاش بالكامل. النهاردة لما اللعيبة دي تدفع الثمن ده اصابات وتراجع في المستوى، نبقى فاهمين ان كان في اسباب وكنا متوقعين. مش ننسى الكلام ده كله، احنا كمسؤولين ما ننساش، كاعلاميين ما ننساش، الجمهور من حقه ملوش دعوة، لكن احنا لما نيجي نقول ونتكلم كل واحد يرجع للامور في اصلها. توقيت لعب البطوله العربيه اثر لانه ضغط زياده ما احنا مضغوطين، زي بالظبط تحمل الاهلي فاتوره اللعب في الامم الافريقيه بصفته عنده اكبر عدد من اللعيبه الدوليين، دفع فاتورته اول ما رجع في السوبر المصري. ايوه. وعلى ما قام ووفاء البطوله العربيه، الفتره دي كل الانديه الثانيه اللي فايقه دلوقتي خدت راحه. خلال البطوله العربيه، عشان كده هي فايقه بتفوق وانت بتدفع الثمن. يجب ان احنا نكون يا جماعه متنبهين، فما نيجيش نقصه بقى على ابنك اللي كان عنده حراره وحمى في الاسبوع الاخير في المذاكره ونقول له اصل انت ما ذاكرتش، ما هو ما كنتش سليم. فالنهارده هذه ليست اعذار ولكن حقائق، وفي نفس الوقت احنا طماعين وعايزين الاهلي يستمر على تالقه، ومش هنقبل غير بالفوز زينا زي الجماهير. مش هنقبل غير الفوز لانه الاهلي لا يقبل الا البطوله. وده بيفكرنا بمقوله مهمه والله قالها طارق السعيد
لما جه للاهلي من الزمالك ولعب فتره قصيره جدا ما كملش سنتين مش كده ولا هم سنتين؟ لا سنه ونص. سنتين وشهور. سنتين وشهور خد فيها عدد من البطولات، شارك في كاس العالم للانديه. نشوف طارق سعيد في دي ام سي وهو بيتكلم على انه الاهلي وهو بيلعب فيه شافه ازاي. كملنا مده كبيره جدا يعني عارف احنا قعدنا مثلا من سنه 97 لحد 2008 موجودين في النادي باستثناء ان طارق مشي راح النادي الاهلي في وقت مثلا معين اللي هو قبلنا بشويه بثلاث سنين مثلا عشان اروح اخد شويه بطولات. فانت بتتكلم ابو خليل ان انت زي ما انت بتقول انا اسف للمقاطعه. جبت كام بطوله مع الزمالك؟ جبت كام بطوله مع الاهلي؟ مع نادي الزمالك 13 بطوله ومع النادي الاهلي 8 بطولات. هنا قعدت قد ايه؟ وكاس العالم في اليابان. هنا قعدت قد ايه وهنا قعدت قد ايه؟ لا الزمالك من وانا في الفريق الاول انا من 96 لحد 2005 يعني تقريبا تقريبا في 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين 10 سنين او 8 سنين. لا من 2000 من 96 ل 2005 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين في الفريق الاول يعني غير الناشئين طبعا. ماشي. وفي النادي الاهلي من 2005 لغايه 2000 في نهايه 2007 2008 سنتين. سنتين جبت فيهم 8 بطولات. ما هو كان اي بطوله ماشي على النادي الاهلي في ساعتها كان الاهلي كان بياخدها اي بطوله حتى لو رمضانيه كان شفنا فارق البطولات عند طارق السعيد 8 بطولات في الاهلي في سنتين لا وفي سنة. الزمالك جاب 13 بطوله في 9 سنين. لا استنى الاهم حاجه ووسام تسلم محمد صديق خد وسام وشارك في 5 بطولات من دول. ايوه نشوف كمان طارق السعيد وطارق السيد مع بعض شايفين ايه سر الاهلي في علاقته مع ابنائه. فاللعيبه دي معذوره. انا بقول لك يا ابو خليل احنا لما طلعنا سندنا فعلا على لعيبه كبار وبعديها انت في استمراريه صح يعني انت انا بقى احاسبك امتى انت كجيل ده او الاسماء دي لما يبقى في استمراريه اشوفك 3 4 سنين في النادي. عشان كده في الاهلي عندهم سياسه مختلفه شويه عن اللي موجوده في الزمالك انه اللي بيطلع لازم يلاقي على الاقل في 5 6 7 يشيلوه من بتوع الاهلي من ولاد لا والنقطه الثانيه كمان ابو خليل ويعني ويضيفوا عليهم يا ابو خليل النقطه الثانيه المهمه جدا ايه يا جماعه برضو احنا والله العظيم برضو عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنجرح في نادي الزمالك. ايه الفرق بين الاهلي والزمالك دلوقتي؟ اللعيب اللي بيشتريه النادي الاهلي يعني النادي الاهلي السنه اللي فاتت مشتري 3 4 لعيبه في يناير منهم عمرو بركات بتاع من مقص ماشي. عمرو بركات عارف يخش التشكيل الاساسي للنادي الاهلي دلوقتي مش عارف من ساعه ما جه. انما احنا كل الناس لعبت حتى تانية في الاهلي هتلاقي بقى اللي طالعين من الناشئين تحت من الاهلي شريف اكرامي هتلاقي رامي ربيعه هتلاقي سعد سمير عماد متعب هتلاقي عماد متعب حسام عاشور حسام عاشور هتلاقي في قوام كده ده اتطبع ده طالع الاهلي وفي قوام تاني انضم على اتطبع بطباع النادي الاهلي وبقوا تحس ان هم اكنهم موجودين في النادي الاهلي زي احمد فتحي مثلا في سيستم في زي عبد الله السعيد دخل كله جوه دخل جوه في سيستم ده ماشي في النادي الاهلي عندهم دي الحاجه دي كويسه بصراحه لان انا لما رحت في 2005 2006 كانت في رهبه عندي رغم ان انا كم من الماتشات اللي لعبتها مع نادي الزمالك ويعني بلعب في منتخب مصر ابن النادي عنده حته زياده كده ابن النادي عنده حته زياده هم عندهم حاجه كويسه قوي بيلم كل اللعيبه جوه بعض الحته الاسريه ديت والحته الاجتماعيه دي بتفرق كتير جدا خلاص انت بتبعد عن الرهبه وبتبعد انا فاكر كويس قوي ان الكابتن نادر السيد كان موجود في الوقت ده فانا لما دخلت وشي كان مخطوف شويه قال لي اتعامل هنا عادي هتلاقي كانك بقالك 20 سنه موجود جوه النادي ده وهي دي الحقيقه وده سر تالق او سر مكسب لعيبه نادي الاهلي اللي هي حتى انا خايف على زميلي انا خايف على طارق لما بيترقص انا بروح مش لما طارق يترقص اضحك عليه لا طارق لما يترقص لازم اروح عشان اشيل طارق وده اللي كان بيحصل ايامنا. طيب ده لعيب في الزمالك وده لعيب في الزمالك ثم الاهلي وهو اساسه كان في الناشئين الاهلي برضه طارق سعيد بس ما قعد سنه يعني لكن اللي عايز اقوله ان ما هو ده جزء من عظمه الاهلي ده جزء من قيمه الاهلي ده جزء من كلمه روح الفانيلا الحمراء اللي بيكتسبها اي واحد يروح للنادي الاهلي وهذه كلمه حق
طيب لما تيجي بقى كلمة حق من مسؤول ما دخلش النادي الأهلي، مسؤول كبير، رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، اللواء أحمد الفولي، الذي قال أنا زملكاوي لكن تعالوا نسمع لكن إيه. احنا دايما نحسب الأهلي ان هو مجلس إدارة وأعضاء، الأهلي مش كده، الأهلي قطاع من شعب مصر كبير جدا. يعني انت ساعات، انا مرة كنت في كينيا وقعدوا يقولوا لي الأهلي، قلت لهم أهلي ايه؟ قالوا الأهلي. يعني اذا الأهلي ده مش حاجة محلية، يعني حاجة في السعودية في الخليج. الأهلي حاجة كبيرة جدا. فالأهلي قلعة كبيرة، قلعة رياضية صحيح، لها جزء في الكيكة بتاعت مصر ديا لا يستهان بيها. والعلم أنا زملكاوي وفي سيستم ماشيين، أنا زملكاوي بس بقول كده. يعني أنا أحب الزمالك، يعني أنا مش بتاع كورة بس بحب الزمالك، بس بحب الأهلي جدا واحترم الأهلي جدا. الاهلي ده اللي ما يحترمش الاهلي ما يبقاش رياضي وما يفهمش في الرياضه، ومش كوره بس، كوره وسباحه وتربول وكل حاجه وكره يد. منظومه الرياضه في الاهلي منظومه كبيره، دي جامعه، يعني حاجه زي جامعه يعني. فياريت كل انديه مصر تبقى زي النادي الاهلي، ياريت. فمسؤوليه الخطيب والمجلس الاداره معاه مسؤولية كبيرة جدا يا جماعة. شايفين قيمة الأهلي حتى عند اللي بيشجع نادي آخر؟ قيمة الأهلي يا جماعة كل الناس شايفاها، إلا بعض الناس اللي يعني ما نتفلسفش على نادينا، ما نتفزلكش في حبنا لنادينا. انتوا طلعتوا يا شباب يا جميل لقيتوا النادي ده كبير، فما تقعدوش تقولوا كان المفروض يحصل وكان المفروض يحصل وكان المفروض يحصل. يا جماعة النادي الأهلي حبوه زي ما لقيتوه، بس حافظوا عليه زي ما لقيتوه. الحفاظ عليه زي ما لقيتوه، ما كانش حد بينظر على النادي الأهلي ويهاجمه وينتقده ويقصوا عليه. النادي الأهلي عندما يحتاج المؤازرة لازم يلاقيها، مش احنا نقعد نستمتع بالانتصارات ولما يحصل حاجة مش على مزاجنا نبقى كسبانين، بس مش برؤيتنا نقعد ننتقد ونجرح ونقصه على المسؤولين. لم يحدث هذا سابقا ولن يحدث. أنتم شباب يعول عليكم أنكم ستحملون المشاعل لتواصل الأجيال، هتقولوا الأجيال اللي بعديكم إيه؟ اللي مش عاجبه ينتقد، ولا هتقولوا لهم افخروا بناديكم لأن الناس اللي مش أهلاوية بتفخر بيه؟ ده أنا الكلام اللي عندي قلته يا إبراهيم، وكل سنة وحضراتكم طيبين والأهلي عظيم 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 وأعظم. خلاص خلص الليلة يا باشمهندس عدلي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. صباح الخير.